صباح الخير يا جماعة. المرة الماضية شفنا التنسر فلو، يعني توقفنا عند هاي الجزئية تنسر فلو لو ليفل اي بي اي. طبعا هذا الكلام لفيرجن 2 للتنسور فلو فيرجن 2، وشفنا انه احنا ممكن نتاكد بالفيرجن باستخدام هاي الستيتمنت، وحكينا انه من البدايه انه باي ديفولت الكولاب بيجي مع فيرجن 1.14. بدنا ننزل اخر نسخه، بنضيف هاي الكوماند pip install تنسور فلو طبعا مع الفيرجن، تمام. نعمل import، بنشوف الفيرجن، نتأكد انه هي فيرجن 2. كيف انه انا بعرف constant، انه بعرف ATF constant ايش بديله، بديله ال value وبديله ال data type، تمام. فهنا بديله انه TensorFlow ID 1 والشيب تبعه 0 او الرانك تبعه 0 وال data type float 32 وال value هي as a numby array 3.0. وهنا نفس الاشي الثانية انه tf constant 4، فهو by default بياخد الفلوت 32 وهنا اداله id 2، تمام. وحكينا انه لما انا اعرف total as a variable، طبعا التايب تبعه بياخده من نفس الفاريبلز اللي احنا عملنا عليهم عملية الجمع اللي هو الA والB، فبالتالي هو راح يكون عبارة عن tensor الid تبعه 3، نفس الشيب تمام، ونفس التايب والفاليو تبعته 7. فبالتالي لما اعمل له طباعه بيطلع لي اياه كتنسور زي هيك، او اذا بدي اطبع الفاليو بشكل مباشر بعمل تي اف برنت بيطبع لي اياها زي هيك، تمام. فهنا يا مرن اول عشان بدنا نكمل عليه، وبدنا نرجع هنا في اللو ليفل انه احنا نكمل. طيب هذه الجزئية احنا خلصناها اللي هي بخصوص الكونستانت، وفهمنا ايش الفرق الاساسي بين هذه، بدنا نضيفها هنا كملاحظة انه تنسر فلو فيرجن 2 سبورتس دايناميك، او بسموها في بعض الاحيان eager execution. تمام. اما في تنسور فلو 1.14 باي ديفولت انه هو بدعم الستاتيك execution، ولازم اعرف هذا الكلام في سيشن زي ما احنا شفنا انه هو كان انه بيحافظ على الاوبتيماليتي تبعت الاكسكيوشن، لكن هذه في نسخه في فيرجن 2 انه هاي الشغله انه بدعم لي او بسمح لي انه انا اعمل دايناميك اكسكيوشن للستيتمنت، بتكون اقرب للبايثون، بس في نفس الوقت هو لوحده بيعمل سيشن وبيعمل اوبتمايزيشن للران لوحده بهذا الشكل، تمام. طيب طبعا هنا ممكن اعمل جنريشن للراندوم نمبر بهذا الشكل، فبالتالي انا عندي بدي اعمل جنريشن لفيكتور تي اف راندوم يونيفورم والشيب تبعه 3، وهنا انا بسيبه فاضي، معنى ذلك انه راح يكون فيكتور 1 دي مكون من 3 عناصر، فبالتالي اوتبوت 1 حزود على الفيكتور ب 1، واوتبوت 2 حزود اوت 2 حزود عليه 2، تمام. وحعمل run للسيشن للفيكتور مرتين، وحطبع الاوت وعمل run للاوت 1 والاوت 2، تمام. فخلينا ناخذ هذا الكلام ونشوف هنا ونشوف كيف شكل الفيك.
اوكي طيب في تنسر فلو فيرجن 2 random uniform نفس السيم نعم في فوق ايش طيب خلينا ناخذ هذه لأنه لها علاقة ب الاختلاف انا عندي هنا هنا محطوطة انه underscore وهنا محطوطة انه dot كيف ممكن اعطي له تمام فعشان تشوف الفاليوز تبعته فممكن نعمل هنا tf.print بك فالفاليو تبعته عشان هيك انا حطيت هذه انه هذه عبارة عن 1D فبالتالي انه انا كيف بدي احطها بحطها 3 كوما فهو بعتبرها انه 1D طالما انا ما فيش عندي فاليو هنا بعتبر انه الرانك 0 في السكند دايمنشن فبالتالي انه هاي الفاليوز تبعتها زي هيك الآن هنا عمل عمليات إنه الفيكتور هذا ضاف عليه 1 عرفنا الأوت نشوف إنه tf.print out 1 فبالتالي هنا كل الفاليو اللي هنا زاد عليها 1 بهذا الشكل تمام لاحظوا انه في هذه التوتوريال انه انا لازم اعمل رن للتنسور لانه التنسور هنا بيكون معرف بشكل ستاتيك لكن هنا بدل ما احنا بنشتغل على فيرجن 2 بيدعم لي الدايناميك اكسكيوشن انه بيشغله زي هيك انا بيهمني انه هنا نتعرف كيف نعمل جنريشن للراندوم نمبر تمام بالإضافة إنه أنا كيف أعمل feeding لحاجة اسمها placeholder placeholder هو فعلياً إنه أنا بستخدمه عشان أعمل إنه هذا عبارة عن parameter إنه external parameter بيصير له update بهذا الشكل فبالتالي البارامتر هذا يعني على سبيل المثال انه انا في عندي في النيورال نتورك الويت
الويت بصير فيه عليه ابديت صح. فكيف بتعامل معاه؟ بتعامل معاه حاجه اسمها بليس هولدر. فبالتالي احنا اللي تعاملنا معاه اول حاجه عباره عن كونستانت تمام، تي اف كونستانت، وفي عندي حاجه اسمها بليس هولدر. بليس هولدر بتقدر تعتبره انه هو زي الفاريبل في البايثون انه بيصير فيه عليه ابديت تمام. و في عندي حاجه اسمها انه الفيد ديك، انه بعمل فيد للفاريبل هذا باستخدام ديكشنري معين، انه بياخذ القيمه هذه وبعديها بياخذ القيمه هذه وهكذا، انه هاي قيمه الاكس 3 والواي 4.5، عشان اعمل انه اعمل رن للزد بعمل فيد للفاليوز تبعت هاي بهذا الشكل تمام. طيب في عندي حاجه كمان اللي اسمها الداتا سيت. الداتا سيت هنا على سبيل المثال في عندي هاي الماي داتا عباره عن ليست بهذا الشكل. كيف بدي اخلي تنسر فلو يتعامل معاها؟ بتعامل معاها از سلايسز. ففي عندي هنا هذه حتمر علينا كتير خاصة لما أقرأ البيانات من الباندا، فبالتالي في الباندا بيكون شكلها قريبة من هيك تمام. هي بتكون هنا كليست، ولكن في الباندا بتكون عبارة عن ديكشنري. فتي اف داتا داتا سيت فروم تنسور سلايسز، وبدي له هنا الداتا هذه. فبالتالي بصير بتعامل مع الداتا هذه انه بعملها فيدنج للنيورال نتورك بهذا الشكل هنا. هنعمل لينير موديل، هنعمل لاير. فبالتالي هنا تي اف لاير دنس دنس لاير. فهنحرف الانبوت عباره عن بليس هولدر تمام بهذا الشكل، والشيب تبعه نان 3 بياخذ 3 قيم. فبالتالي هنا بدنا نعرف أو بالأحرى هو عبارة عن perceptron. هنا نفس الفكرة، نشوف Holder في version 2. خلينا نفتح هذه انه بما انه هي على الكولاب، خلينا نشوف هذه انه انا بدي اعمل migration version 2. اوكي
طيب عشان نعرف لينير موديل ايش بلزمني، بلزمني ال W وال B، تمام؟ فبالتالي الشكل اللي احنا بنتعامل معاه هنا انه كبرسبترون انا في عندي هنا النيورون، تمام، في عندي هاي الاكس وهاي الدبليو على الكونكشن هنا، تمام، وهذا البي، وهنا الاوتبوت اللي هو الواي. هذا ابسط موديل، هذا البرسبترون، هذا عبارة عن برسبترون. تمام، فأنا شو عرفت؟ عرفت ال W هنا as variable TF variable، تمام، وال B عبارة عن variable، تمام، وهنا أنا اديته اسم واديته الشيب تبعه بهذا الشكل. هذا عبارة عن مجموعة من ال ones، وهي الشيب تبعها إنه زي هيك، وهذه عبارة عن مجموعة من الزيروز وهي الشيب تبعها، تمام، وهذه حيصير عليها تعديل بهذا الشكل. وعرفت الفانكشن، فبالتالي هنا بعملها ديكوريشن انه هذه تي اف فانكشن عشان يسمح لي بالدايناميك اكسكيوشن، فبعملها ديكوريشن ات تي اف فانكشن لهي الفانكشن. هاي فانكشن عاديه خالص، شو بتاخذ؟ بتاخذ الاكس اللي هو الانبوت، وشو بتعمل؟ بترجع لي الواي. الواي عباره عن ايش؟ الدبليو ضرب الاكس زائد البي، تمام. هذا الكلام احنا شفناه زي النيورون هنا، وانه احنا كتبناها هنا انه الواي بتساوي الاكس ضرب الدبليو زائد البي، تمام، هاي المعادلة تبعتها. ف وهنا انا عندي الاوت اي بتساوي عبارة عن فورورد للستيبس اللي انا اديته الواحد والزيرو، وبرنت للاوت. فبالتالي لما نيجي نشغل هذا الكلام زي هيك، فبالتالي طلع لي ال A اللي هو عبارة عن ال output اللي هو ال Y، تمام، هو عبارة عن تنسور، تمام، هاي ال value تبعته عبارة عن 2 في 2، الشيب تبعه 2 في 2. طيب نعمل كمان step ونستخدم regularizer، ونعرف موديل هنا، لا هذا اوكي تريننج، طيب هذا المثال مش مناسب لانه دخل في شغلات متقدمه شويه. هذا المثال تبع انه احنا نعمل برسبترون، هحولكم اياه من تنسور فلو، هذا الدوكيومنتيشن لواحد 14، تمام، حاولكم اياه لتنسور 2، وحنشوف الموديل هذا انه الواي عبارة عن اللينير موديل للاكس، واللينير موديل هو عبارة عن دنس يونت، والنيورونز انا عندي واحد، وهنا بعمل له ران بهذا الشكل، وحنشوف، حاولكم اياه وارجيكم اياه المرة الجاية ان شاء الله. طيب
اللي بيهمني هنا في اللو ليفل انه احنا نعرف شو الفرق بين التنسور بين الستاتيك والديناميك اكسكيوشن، ونعرف كيف انه انا ممكن اعرف تنسور برانك 0 رانك 1 وبالهاير رانك زي ما احنا شفنا بالرسمة. تمام، وشو الفاريابلز اللي انا ممكن اتعامل معها، فبالتالي انه القيمة تبعتها بتتغير غير عن الكونستانت، وممكن نستخدمها في الويتس انه كباراميتر، بالاضافة للبليس هولدر اللي انا ممكن استخدمها كانبوت. تمام، فهي الشغلات اللي يفترض انه احنا نعرفها في الهاير ليفل. في اللور ليفل نرجع هنا للهاير ليفل للكراس، وبدنا نرجع هنا للأمثلة انه احنا اخذنا هذا المثال عملنا موديل بسيط. تمام، بدنا ناخذ هنا هذا المثال. عبارة عن basic classification. ايش هي الداتا سيت؟ fashion amnest داتا سيت. شو كيف شكل الداتا سيت هذه؟ عبارة عن مجموعة من الصور الحجم تبعها 28 × 28. تمام، تحتوي على 70,000 جراي سكيل ايمج، فيها 10 كاتيجوريز. ايش هي الكاتيجوريز هاي؟ هاي هنا تحت محطوطة لها ليبل 0 1 2 لغاية 9. تمام، ايش في عندي؟ تي شيرت، تراوزر، بولوفر، دريس، كوست، صندل، شيرت الى اخره. تمام، فبالتالي هذه هي مجموعة الصور زي هيك، ومطلوب انه نعمل نيورال نتورك تتعرف او تعمل image classification. طبعا احنا هنا بنستخدمش convolution، ما بنعملش feeding لل يعني بنعمل feeding لل image as a pixel as row، وهنا بعملش feature extraction لوحده خلص، انه البيكسل هنا انه الفاليو تبعته جري سكيل انه من 0 ل 255 بحدد قديش مقدار الـ 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 الاستضاءة في البكسل هذا، فبالتالي انه بتكون شكله زي هيك زي الهيت ماب. تمام، فبالتالي فعليا هو في نمط عام للبكسلز، فبالتالي انه البكسل هذا اكيد، او عفوا الصورة هاي اكيد انه هي الصندل، او لو بدي اجي اطلع على شكل تاني انه تي شيرت كيف شكله، او الشيرت كيف شكله، شكله زي هيك. تمام، او التي شيرت انه شكله زي هيك في حرف تي. التراوزر انه الشكل العام لإله زي هيك بغض النظر عن ايش لونه، عشان هيك انا حولته لجري سكيل وبدي اعمل فيد للايمجز بهذا الشكل. تمام، فخلينا الان نفتح هاي نعمل له رن على الكولاب في هذا اللينك. طبعا هنا لوحده بيعمل تراي انه اذا كان انه بفحص انه التنسر فلو فيرجن 2 موجوده في الكولاب او لا، فبالتالي انه بيحدد ايش الفيرجن اللي هو بده يختارها، فحيطلع لي هنا انه تنسر فلو 2 سيلكتد. خلاص يبقى انا شغال على تنسر فلو 2. هذه بقيه الامبورت، بعمل امبورت للتنسر فلو اس تي اف، ومن التنسر فلو بعمل امبورت للكيراس بالاضافه للنمبي والمات بلوت. هنا بحمل الداتا سيت انا عندي بهذا الشكل، فاشن امنست موجوده في الكيراس داتا سيت فاشن امنست، ونفس الفكره هنا في اللود
اسم الداتا سيت هادي فاشن امنست لود داتا، ايش بترجع لي؟ بترجع لي تابل، كل عنصر فيه برضو عبارة عن تابل، اللي هو عبارة عن ترين ايميجز، ترين ليبلز، تيست ايميجز وتيست ليبل، اللي هو الاكس والواي في الترين والاكس والواي في التست. فبالتالي بروح بعمل داونلود لهاي الصور. طيب هذه عبارة عن 28 في 28 نمبي اري، تمام، والبيكسل فاليوز ما دام انه هي جري سكيل من 0 ل 255، تمام، والكلاس ليبل عبارة عن انتجرز من 0 ل 9، وهذه هي الليبلز انا موجودة عندي هنا. الكلاس نيمز انه احنا ممكن نحطها في ليست زي هيك، تمام، عشان لما في الانكودينج او في الكلاسيفيكيشن او في البريدكشن ممكن ارجع انه حسب الاندكس اللي برجع لي اياه بقدر اعرف ايش الليبل تبعه. فبالتالي هنا الكلاس نيم هي الاندكس 0 تي شيرت، اندكس 1 تراوزر، بولوفر، وهكذا. هذا الكلام جبته من وين؟ من هنا، انا عندي الليبل الله يعافيك يا رب و الكلاس تبعه، تمام. هنا بدنا نشوف الشيب عبارة عن 60,000 28 في 28، 60,000 عنصر، كل عنصر عبارة عن ايمج 28 في 28. هي الداتا سيت كلها اصلا قديش حكينا 70,000، تمام. فبالتالي ماخذ 6,000 للتريننج و10,000 عشان نعمل عليها ايفالويشن. هنا هنشوف هنلاقي انه هي للترين ليبلز 60,000، وهي زي ما حكينا انه عبارة عن ليست، هاي نقط نقط نقط، هذه 10,000 طبعا من 0 ل 9. وهنا انا بلاحظ انه التايب انا عندي يوني او unsigned integer، unsigned integer، هاي الشغلة كتير مهمة في التعامل مع الداتا تايبس، انه ما دام انا عندي الرينج للفاليوز من 0 ل 9 فبالتالي ما فيش داعي ان انا احطه او اخليه ياخذ الديفولت اللي هو فلوت 32، لانه بياخذ حيز كتير كبير في الذاكره. فبالتالي هنا بحوله ل unsigned integer بياخذ فقط 1 بايت 8 بت، تمام. فبالتالي بيعمل لي ريدكشن بشكل كبير للذاكرة اللي هو بيستخدمها. طبعا هنا unsigned عشان استفيد من كل، لانه من 0 ل 255، لو كان signed بصير من 0 ل او من minus 127 ل 128، او من minus 128 ل 127. 128 بتكونش داخلة لانه 0 بيكون داخل مع ال الموجب، تمام. فهي الشغله انه تخلي بالك منها، انه بتعمل اوبتمايزيشن انه بتحدد التايبس زي هيك. طبعا هذه الداتا سيت اوريدي لودد، يعني هنا موجوده انا عندي في الكراس، لكن لما انت تحمل داتا سيت من الباندا بتقدر انه انت يعني تعدل التايب تبعها، تمام، وتختار للليبل انه تختار له التايب تبعه unsigned integer. طيب تيست ايميجز شيب حكينا انه هيو 10,000 28 في 28، اللين تبعها قديش 10,000. نيجي نعمل بري بروسيس للديتا، فهنا بعمل بعرف فيجر، وفي عندي هنا في البلوت اللي هي مستوردة من البات من المات بلوت، تمام، في عندي دالة اسمها image show. ايش اديته؟ اديته train images of zero. طبعا هذه ايش التايب تبعها؟ هذه اول instance،
هو حكى لي فوق انه هي عباره عن نمبي اري، عباره عن نمبي اري. طبعا النمبي بالمناسبه هي عباره عن مكتبه في البايثون للتعامل مع الاريز بغض النظر عن الدايمنشن تبعها. وهنا جاي عبارة عن مكتبة للتعامل مع المصفوفات في البايثون، تمام؟ الدوكيومنتيشن تبعها كتير رائع. وهنا إذا أنت حابب تتمرن عليها أكثر، بدك تدخل على الهاكر رانك وفي البايثون. هنا أنا عندي الفئات، يبقى أنا عندي هنا difficulty easy medium hard، وهنا subdomain. إحنا في البايثون هنا في عندي introduction، تعامل مع data types، string، sets، math. في عندي تحت هنا النمبي، فبالتالي هنا منه تضرب عصفورين بحجر واحد، منه بتحل مسائل او بتعمل براكتس على النمبي، ومنه انه انت بتحصل نجمات اكثر او بترفع السكور تبعك في الهاكر رانك، تمام؟ فبالتالي هنا انه بورجي لك كيف انه انت يعني لو شفنا واحده من هدول الامثله، يعني هنا بحكي لك انه هنا في شرح امبورت نمبي، تمام؟ هنا طلب انه هذه البرنت، بالمناسبة هذه في بايثون 2، فهتلاقي انه فيها انه خطأ. يفترض انه البرنت في بايثون 3 انه تكون بين اقواس. فالفكرة في الموضوع انه يعني هذا الكلام انه انت ممكن تسويه زي هيك، او ممكن نحن نعمل اوكي. Import numby as and b، بتعمل practice بهذا الشكل او حتى على notebook، تمام؟ هنا بطلع لي يعني انه انا ممكن اعملها زي هيك. and b ما دام انا يعني عملت import as، استخدمت alias، فممكن انا استخدمه زي هيك and b dot identity 3. فبالتالي هنا بيعمل لي الidentity matrix، تمام؟ عبارة عن 3 في 3 مصفوفة الوحدة، القطر تبعها وحايد والبقية عبارة عن أصفار، تمام؟ فهي البراكتس زي هيك. وبعديها إنه بطلب منك مسألة تختار، طبعا هنا بايثون 3، تمام؟ ممكن تعمل زي ما عملنا إحنا as and b عشان تسهل عليك أكثر، بدل ما تكتبها كاملة نمبي، وتشوف إيش المطلوب منك إنه أنت تعمل generation لإله زي هيك، تمام؟ فبالتالي هنا شغلتين، شغلة واحدة انه بتعمل براكتس على النمبي لانه كتير مرتبط بالباندا ومرتبط ب التنسور فلو، تمام؟ ومنه انه انت بتحصل سكور اعلى في الهاكر. اي شغله انت يعني بتحتاجها ممكن ترجع للدوكيومنتيشن هنا. طيب فبالتالي هذا عباره عن نمبي اري، تمام؟ مصفوفه مش لست عاديه في البايثون، نمبي اري، تمام؟ يبقى اول عنصر في التريننج انستانسز، تمام؟ عمل لي بلوت للكلر بار وحط الجريد بتساوي فولس وعمل ايمج شو. فبالتالي هاي شكلها بيكون زي هيك. ممكن تجرب شغلات تانية. طب واحد
هنا هذا عبارة عن تي شيرت. طيب 10 هذا عبارة عن دريس على ما أعتقد، تمام. طيب هنا لاحظ أن الرينج هنا من 0 ل 255، وهنا أنه هذه كهيت ماب، تمام. فبالتالي هنا قديش مقدار أنه البكسل هذا ضاوي أنه بيحدده هذا اللون. هنا اللي سواه انه راح عمل ريسكيل او انه نورماليزيشن، انه حولهم للرينج 0 و 1. فبالتالي هنا ترين ايمجز بتساوي ترين ايمجز على 255. طبعا هنا هذا عباره عن نمبي اري، لما اقسمها بقسم على كل العناصر، فبالتالي هنا بيطلع الرينج انا عندي من 0 ل 1. ونفس الكلام طبقه هنا على التست ايمجز، طبعا هنا راح رسم اول 25 صورة، يعني هنا for i in range 25، ممكن تغير هذا الرقم، تمام. هنا حدد figure size، عمل sub plot، وايش بده يسوي؟ بده يحط الصورة والليبل لإلها زي هيك بيكون شكلهم. فبالتالي هنا برسم الصورة وتحتيها الليبل، وهي الصورة وتحتيها الليبل، وهكذا. طبعا الليبل عبارة عن encoding، فهنا لما احكي train label of the eye هذا ايش بترجع؟ الليبل كيف شكله؟ من 0 ل 9، تمام؟ ولما تحطه هنا، هنا بصير انه انت بتتعامل مع index، مع الكلاس نيمز، والكلاس نيمز هي احنا عرفناها هنا هنا. فبالتالي هنا بروح بطبع لي انه الليبل هذا as a text زي هيك، لانه انا عرفتها as list زي هيك. فبالتالي هذه الطريقة شائعة جدا حتى في الديكودينج، او بالاحرى حتى في البريدكشن. طبعا بيعمل لي بريدكشن لزيرو واحد او من زيرو لتسعة، فكيف بدك تطلع الكلاس ليبل؟ بتستخدم بهاي الطريقة، تمام. بدنا نبني الموديل بعد ما تعرفنا على الداتا سيت، تمام، وشفنا اول 25 صورة. بدنا نبني الموديل. الموديل التعامل معه سهل جدا، بعرف سيكوينشال، هذا الانبوت لاير، التايب تبعه فلاتن، والشيب تبعه انبوت شيب بتساوي 28 في 28. ليش؟ لانه حجم الصورة زي هيك. والطبقة الثانية دنس لاير، والاكتيفيشن تبعها ريلو. والطبقة الأخيرة عبارة عن 10 نيورونز، السبب في ذلك أنه أنا عندي 10 كلاسز، تمام. والتايب تبعها سوفت ماكس، دائما لما يكون أنه في الكاتيجوري بستخدم السوفت ماكس. ليش 28 في إيش؟ هذا بتحدده زي ما أنت بدك، وهذا بيخضع للترايل والإيرور، ممكن أنت تزودها. حاجات احنا هنشوف في درس الاوفر فيتنج، هنبني نتورك صغيره 16 ونبني نتورك كبيره 128، ونشوف الايرور هنا والايرور هنا، ونشوف شو اثر هاي الشغله. او الاحرى هنبني ثلاث شبكات، واحده صغيره، واحده متوسطه، واحده كبيره، تمام. فبالتالي هذا الاشي هنا بيخضع للترايل والايرور، يعني هاي من ضمن الشغلات. مش بالضرورة لكن يفضل، مش بالضرورة لكن يفضل. فبالتالي هنا أنا عندي ثلاث طبقات: input, hidden, output. ممكن أضيف أكثر من hidden زي هيك، تمام. بعديها الكومبايل، هذا الكلام صار سهل بالنسبة لي لأنه إحنا يعني تعاملنا معاه المحاضرة اللي فاتت، انه اخترنا الاوبتمايزر ادم واللوس سبارس كروس كاتيجوريكال كروس انتروبي والمتريكس اكيورسي. لترين الموديل من خلال الفيت، شو بدي له؟
الاكس والواي وعدد الايبوكس. عدد الايبوكس لو ما حطيتهاش بيكون باي ديفولت 5 على ما اعتقد. واحد تمام. خليني اعمل رن لهدول. هيك عرفنا الموديل. هيك كومبايل. بعد الكومبايل هنا ممكن اضيف سيل ونحكي هنا موديل دوت سمري. فبيضيف لي يعني بيجيب لي كيف شكل النتورك زي هيك. طبعا هاي ترين للموديل. الايبوك بتاخد تقريبا 4 ثواني. تشوف الراقب اللوس بنزل والاكيرسي بتزيد 82 86. هنا 0.5 0.3. طيب خلص التريننج والنتيجة تقريبا 91. هنا بحكي انه احنا ممكن نحسن النسبة اكتر من هيك بكتير. تمام هنشوف هذا الكلام فيما بعد، لكن هنا بدنا نطبع نعمل evaluation. هذا الكلام الايرور لمين؟ على التريننج. هذا الايرور على التريننج. بدنا نشوف الايرور على التست. فايش بدي له هنا؟ الاكس في التست والواي في التست. تمام؟ ايش بحسب؟ شغلتين برجع لي اللوس والاكيورسي. تمام؟ طبعا انا بكون مهتم بشكل كبير في الاكيورسي، فعشان هيك انه هو طبعها ممكن اطبعهم التنتين سوا. فبالتالي الاكيورسي تقريبا 87 زي ما حكى هنا انه حوالين ال 88 87 و8. فبالتالي انه احنا ممكن نرفع النسبة اكتر من هيك. التريننج ايرور كان 90 او 91. تمام. الاكيرسي في على التريننج انه 91، اما على التست كانت 87. طبعا هذه هي اللي نطلع عليها عادة. تمام. بدنا نعمل بريدكشن لايمج معينة، انه انت بعد ما انه عملت الموديل بدك تنزل خدمة، بدك تعمل بريدكشن لايمج معينة. فبالتالي ممكن تعمل زي هيك. فبالتالي انه predictions model.predict test images. فبالتالي هنا رجع لي كل prediction. بدنا نشوف اول prediction. هنا رجع لي لل 10000. هنا بدنا نشوف اول prediction. اول prediction برجع لي اياه as array. array هذه قديش طولها؟ قديش طولها يا جماعة؟ 10. لا هنا أنا طلعت prediction of zero. هنا 10000. هنا اديته كل التست ايميجز. تمام؟ فهنا رجع لي إنه 10000 هنا. أنا جبت أول prediction لأول instance. فأول instance برجع لي الـ prediction إنه عبارة عن list. قديش طولها؟ 10. ليش؟ لأنه labels 10. أنا إيش بدي أختار؟ أعلى وحدة. فبالتالي هنا ماينس 5 ماينس 8 8 9 6 4 7 3 6 1. يبقى هنا في 10 أس ماينس 1 هي أقل وحدة. فبالتالي أو بمعنى آخر بروح بعمل هنا NB arg max. عشان هيك طلبت منك إنه أنت تراجع النمبي مكتبة النمبي. فبالتالي هنا بالضبط. فبالتالي الليبل 9. كيف بدك تعرف الليبل هذا؟ فبتقول هنا test labels of 0. فعلا مزبوط.
يبقى البريدكشن كان 9 والواي ترو 9. ايش بتسال؟ السوفت ماكس بتخليها ايش؟ صحيح، بس السوفت ماكس فهمت عليك انه هي بتطلعها انه زي هيك، لا بس انه هي ايش بتسوي؟ لا هذه العملية بدك تسويها على السوفت ماكس، انه انت بدك تاخد اعلى قيمة انه هي بدك تحطها واحد والبقية بدك تحطهم زيروز. بس السوفت ماكس انه المعنى تبعها اذا انا يعني انه حكيتها بشكل مش واضح، انه التارجت ليبل اللي بيعمله بريدكشن بحطه اعلى قيمة والبقية بحطه انه اقل قيمة، فبالتالي هاي معنات السوفت ماكس. وهذه العملية بدك تاخد الارج ماكس على السوفت ماكس، ساعتها بتقدر انه انت تسويها زي هيك يعني. نعم بيطلع عندك ايش؟ مش سامع. تسعة اخر واحد انه تسعة والواي ترو تسعة، مزبوط صحيح تمام. طيب هكذا احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا ناخذ 10 بريدكشنز وبدنا نشوف كيف وضعه. هذا الكلام عمله كهيستوغرام، فبالتالي هنا هذه الصورة تمام، وهي البريدكشن تبعها. طبعا هنا الخط هذا اللي بالازرق هو عباره عن البريدكشن، هاي معنات السوفت ماكس انه الليبل 9 اعلى واحد والبقيه انه ضئيل تمام. بمعنى اخر انه هي هذه بده بتكون اقرب اعلى قيمه تمام، والبقيه انه بكونوا القيمه انه زيروز او يعني متدنيه القيمه. هنا جرب لإيمج تانية، هذه إيمج زيرو تمام. هنا جرب لإيمج 12، إيمج 12 حكى إنه 5 و8 و7، بس الأعلى هي 5، إنه هدول إنه أعلى إشي أعلى 3 تمام، بس هو 5. بس هذا الكلام هل هو مزبوط ولا لا؟ هل هو 5 عبارة عن صندل فعلا؟ كيف؟ عندك طلع 7. تغيرت حاجة على الموديل؟ كيف؟ استنى بس أتأكد إنه 5 هو الصندل. 5 صندل؟ هو طلع 5. فهنا ممكن نجرب حاجة تانية، يعني 30 أو 39 بوت و9 إيش كانت؟ إحنا ممكن إنه إحنا نحطها قريبة من هنا ونقول هنا class names. نعم. ده فعلياً هاي الشغلة كتير مهمة، لأنه فعلياً بورجي لك كيف إنه أنت تحط الابليكيشن تبعك في الخدمة، فبالتالي انت ممكن انه تعمل ديبلوي هذا الاشي على سيرفر عندك كـ API وانت في الجوال، انه انت تاخد طبعا هذه الداتا سيت انه فيها تريننج سيت، فيها تريننج اكزامبلز كتير ممتازة، 70,000 لكل انواع الملابس تمام. فانت ممكن تصور اي شغلة
وتعمل بري بروسيس تحولها جري سكيل، تبعت الصوره على السيرفر اللي انت بتعمل له ديبلوي، تمام، وبيكون الموديل هناك، الموديل هناك عندك لودد، تعمل بريدكشن وبترجع الليبل. يفترض انه انت يتعرف على ايش الادرس هذا على يعني الشكل. هو احنا واحنا اخذنا في البايثون او بالاحرى في الفلاس كيف نعمل ريست اي بي اي، فممكن ناخذ موديل معين ونجرب عليه نعمله نفس الاشي، تمام. بضل اذا في حدا عندكم اندرويد ديفلوبر يعملنا ابلكيشن، تمام، ياخذ صوره، ممكن هذا نجربه، ياخذ صوره شغله معينه وبيحولها جري سكيل وبيبعث لنا اياها على السيرفر واحنا بنرجع الليبل، تمام. حكيت هذه الشغله مهمه كثير انه انت كيف تعمل في الديبلوي. بما انه ذكر الموضوع فممكن نحكي هنا كان في شغلة بتورجي الإيكو سيستم تبع تنسر فلو، بس وينها؟ documentation بصير له ابديت باستمرار. اوكي resources كان بيوضح هنا ان انت ممكن تستخدمه مع تنسر فلو لايت، فبالتالي انا عندي البريدكشن تنسر فلو لايت بنزل على الجوال على الموبايل، متوفر على الاندرويد والاي او اس، فبالتالي انه بيكون البريدكشن انا عندي اوف لاين، بس بدي احاول قدر الامكان انه اعمل اوبتمايز للموديل بحيث انه يستهلك ذاكره اقل. فكانت في رسمه انه بتوضح هاي الشغله، مش عارف انه انا وين انه اطلعها الان، يعني هي موجوده في الدوكيومنتيشن في مكان ما. اوكي بغض النظر، طبعا هنا بعمل بلوت للفيرست اكس تيست ايمجز والبريدكشن ليبل والترو ليبل،
تمام. الكوركت بريدكشن بيكون بالبلو والانكوركت بيكون بالريد. فبالتالي انه هادي كوركت كوركت كوركت، هذه فيها انكوركت، يعني هو هي 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 يفترض انه 6 هو طلعها 0، يعني الاغلب هذه انكوركت. الانكوركت اعلى، هنا الانكوركت اقل، فبالتالي انه بيطلع انه لا شيرت 67% حسب البار هذا، والشيرت هنا رقم 6 0 1 2 3 4 5 6 مظبوطه تمام. فبالتالي هنا البلو اعلى من الريد، فبالتالي انه الفاينل ليبل عباره عن شيرت، فبالتالي انه هي صحيحه. لكن هنا انكوركت، لانه الاحمر اعلى من الازرق. كيف هنا عمل فيجواليزيشنال بريدكشن؟ كيف الغلط هو صندل تمام، عمل له بريدكشن على اساس انه هو 5 لكن هو 7. السبعة البار تبعه كتير ضئيل، يعني ما تعرفش عليه. 5 اللي هي الحاجة فوق الشيرت اللي هي الصندل، تمام الصندل 88. طيب 8 8 باك، صح 7 7 اللي هو سنيكر. يبقى في عندي صندل وفي عندي سنيكر، هو اتلخبط بيناتهم، مقرب من بعض. يعني انا عندي هاي الليبل، هذا البريدكتد والكوركت هنا محطوط بين قوسين، هذا الكلام كله في هذا الكود. فبالتالي هذا لا لا لا، هنا انا ليش بده يختلف؟ هنا في شيء اكيرسي، ربما لكن هنا الفيجواليزيشن هذا انه هو شيرت وعمل له بريدكشن از ا شيرت، هذا تراوزر وعمل له بريدكشن تراوزر، هذا صندل صندل، لكن هذا عمل له بريدكشن از ا صندل لكن هو سنيكر، تمام. فبالتالي هي هذه اللي هنا انه شيرت وعمل له بريدكشن از ا شيرت، فبالتالي كوركت. نعم او ممكن انه هدول التنتين اصلا قراب من بعض، هدول هذا الصندل والسنيكر، فعشان هيك انه طبيعي انه يغلط فيهم. لما ايش لا، هذا الكلام على التست بعد التريننج. بعد التريننج في عنده بعض اللخبطه. لا، التست بيعدلش ولا اشي في الويت. التست انه انت مجرد انه انت بتعمل فيد للانبوت بناء على الويت، الفاينل بيعدلش عليها ولا اشي، بيحسب قديش هو الاوتبوت. لو بدك تدخل في مرحلة الاوبتمايز ساعتها بقول لك انه يعني ممكن نحن نعدل، لكن هنا في البريدكشن لا، مش ادابتيف، ما بيعدل يعني بيتعلمش.
طبعا هذه prediction لسنجل example، انه هنا الصورة هذه عملها prediction as pullover. لانه الراندوم ويت او الانيشال ويت راندوم عند كل واحد فينا. الانيشال ويت ببداها براندوم، فبالتالي انه ماشي، بس الاختلاف في البيان في الريزلت مش كتير. فعشان هيك في شغله كتير مهمه في الراندومايزيشن تبع الداتا سيت حنحكي عنه، اللي هو انه انا بدي اعمل له ارتب له البيانات از اي بوكس، وفي كل اي بوك بدي اعمل ايتريشن، في كل ايتريشن بدي يكون في عندي باتش، وحتى في بقسمه انه كل باتش بتكون عباره عن ميني باتش. طبعا الهدف من هاي الشغله انه ترتيب البيانات في له دور، فعشان انه انا برضو ما اعتمدش على الحظ، انه شكل النتورك او الويت بتروح باتجاه معين بحسب ترتيب البيانات، فبروح بعمل راندومايزيشن بهذا الشكل عشان انه ترتيب البيانات ما يكونش له علاقه بالفاينل ويتس، يكون الموديل جنرالايزد از بوسيبل. حكيت النتيجة هنا، أنا عملت ران كمان مرة، النتيجة هنا طلعت معايا 91 والإيفاليويت 87.8.9، تغيرتش كتير. أنا عندي هذه كانت تقريبا 0.8 أو حاجة زي هيك، هذه صارت 9. تمام. طيب، فبالتالي هنا الكلاسيفيكيشن تبع الايمجز اخذناه انه از grayscale image pixels، وعملناها feeding للnetwork، وما استخدمنا convolution بحيث انه احنا نعمل extraction لfeatures، خلاص بتعامل معاها انه البيكسل هذا ضاوي او مش ضاوي، وحسب pattern معين انه بعمل لي prediction. في عندي هنا بدي انتقل هنا ل classifying التكست بدنا نأجله كذلك، تمام. الايمج هنا احنا اخذناها لانه احنا بنتعامل مع الايمج يعني از رو داتا، فيش فيها فيتشر اكستراكشن، وهنا التكست كذلك نفس الشيء. حنرجع للايمج وللتكست في السي ان ان والار ان ان، بس خلينا اول ناخذ هنا كلاسيفاينج ستراكتشرد داتا، تمام. واعتقد انه هو بيتعامل مع هذه الداتا سيت اللي هي الاوتو لا هذه مش للأوتو، هذه لل هارت ديزيز. فهذه البيانات أنا عندي structured بهذا الشكل، في أنا عندي الايج، في عندي السكس، السي بي اللي هو chest pain type، في أنا عندي هذا عبارة عن categorical 0 1 2 3 4، بيوضح درجة البين، تمام. وإلى بقية الأتريبيوت وهي التايب تبعها بهذا الشكل. طيب هنا بدنا نتعامل مع البيانات هذه ك CSV، عشان هيك خلينا نشغلوا هذا الكلام على الكولاب. هاي الداتا سيت، طبعا هنا بدي اعمل pip install sklearn، وهنا يعمل import للتنسورفلو version 2. هاي الداتا سيت موجوده على url، وهنا read csv لليurl هذا، وهي الهيد تبعها، تمام. فخليني اعمل
run all. طيب هاي الهيد تبع الداتا سيت، انا في عندي هنا 0 1 2 3 4 هذا الاندكس، وهي كل الاتريبيوتس بهذا الشكل. تمام، الان بدي اقسم الداتا سيت، بدي استخدم الباندا او عفوا الاسكيلير في اللي هو الترين تيست سبليت. ايش اديته؟ الداتا فريم، وحكيت له هنا 0.2 التست سايز، فبالتالي حيقسم 20 8. طبعا هنا 20 لل 80 للترين و20 للتست. كذلك للترين بدي اقسمها لجزئين، هاي هذه للترين، برضو استدعيت للترين تست سبليت وقسمتها لترين وفاليديشن. فبالتالي في هنا كم داتا سيت معايا؟ كم بارت؟ 3، ترين وفاليديشن وتست. تمام، طبعا هنا طبع اللينث تبع كل واحدة، هنا 193 49 61. طيب الان بدنا نعمل بايبلاين باستخدام تي اف داتا. طبعا انا بدي اتعامل مع داتا سيت من الباندا، بدي استخدم هاي المكتبة اللي هو تي اف داتا from tensor slices. ايش بدي له؟ الداتا فريم بعملها casting as a dictionary. تمام، وبدي له labels. فعشان هيك انا ايش بدي رحت عرفت داله utility function. ايش بتعمل؟ بتحول لي من داتا فريم لداتا سيت. معنى ذلك انه بتحول لي الداتا فريم اللي هو الصيغه تبعت الباندا للداتا سيت اللي هي الصيغه تبعت التنسور فلو. ايش اخذت؟ داتا فريم شفل بتساوي ترو والباتش سايز بتساوي 32. هجيت هاي الشغلة هنا بدي ارجع على هنا على الايبوك. مفهوم الايبوك احنا بالنسبة لنا صار واضح انه انا بلف على الداتا سيت كلها مرة واحدة، وهنا احنا حكينا انه احنا ممكن يلزمني في التريننج كذا ايبوك. هجيت الايبوك نفسها ممكن اقسمها لمجموعة من الايتريشنز، كل ايتريشن بعمل ترين للستوكاستيك جريديانت ديسنت اوبتمايزر، وبقسم البيانات انا عندي لميني باتشز. فبالتالي انا عندي الفيرست ايتريشن بروح بقسم البيانات انا عندي لباتشز، هي A1 A2 B1 B2 C1 C2. تمام، فبالتالي هنا هذه تعتبر ميني باتش، فالميني باتش الاولى الفيرست ميني باتش هياخد A1 و A2، والسكند ميني باتش بروح باخد B1 B2 وهنا C1 C2 وهكذا. بعديها في السكند ايتريشن بروح بكمل، انا اخذت هذا الجزء من البيانات، هاي شايفه معايا A1 A2 B1 B2 C1 C2 في الفيرست ايتريشن، رحت قسمتهم الايز في ميني باتش والبيز في ميني باتش والسيز في ميني باتش. بعديها بكمل D1 D2 E1 E2 F1 F2 في السكند ايتريشن والثيرد ايتريشن وهكذا. ليش قسم الايتريشن لكذا واحدة؟ لانه في كل ميني باتش بروح بعمل ابديت للباراميترز. يبقى طريقة التريننج تبعته انه بستناش يعمل ابديت للباراميتر بعد ما يخلص الايبوك كلها. تمام؟ لانه بدوش يستعجل. لانه انت طلع عندك ايرور، بس يمكن هذا الايرور انه بس مجرد انه ايرور واحد من مجموعه من الاكزامبلز اللي اغلبها كوركت، ليش تعمل ابديت للويت؟
فبالتالي بيأجل الابديت للباراميترز للويت بعد ما يخلص ميني باتش. بعد ما يخلص ميني باتش بتشوف قديش في عنده غلط وقديش عنده صح، وساعتها بعمل ابديت للايرور. فبالتالي هذا التقسيمه للاوبتمايزيشن اكثر، تمام، وفي نفس الوقت للراندومايزيشن اكثر، لانه السيكونس هذا في الايبوك في ترتيب الـ 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 البيانات بطريقه معينه، لانه الباتش هذا لازم انا اعمل له شفل كل مره بحيث انه ترتيبه ما يكونش له تاثير على النيورال نتورك. كل صنف بحطه في سيكونس لحاله، كل صنف، كل كلاس يعني، كل مثلا كلاس A مع بعض؟ لا، هدول A والبي هدول مش كلاسز، هدول عباره عن بارتيشن من البيانات. انا سميته A1 A2 عشان انه انا اعبر عليه انه هو الفيرست ميني باتش، اخذت الايز كلها مع بعض. هذه عباره عن بارتيشن من البيانات بغض النظر عن الكلاس ليبل، تمام. فهنا حكينا انه الباتش سايز بتساوي 32، فبالتالي حياخذ 32 اكزامبل حجم الباتش، تمام. وهنا حيعمل شفل بتساوي ترو. ايش بروح باخذ؟ باخذ نسخه من البيانات عشان الداتا فريم هذه تضلها زي ما هي، عشان لما اعمل دروب للتارجت ما يتاثرش. هنا ما عملش دروب، ايش عمل؟ ايش بتسوي البوب في الديكشنري؟ شغلتين. ايش بتسوي؟ بترجع وبتحذف، بالضبط. فبالتالي هنا رجعت التارجت في فاريبل اسمه ليبل وشالته من الداتا فريم، تمام. بعديها الداتا فريم هذه اللي بدون التارجت بروح بحملها كتنسور فلو داتا. كيف؟ دي اس داتا سيت بتساوي تي اف داتا داتا سيت فروم تنسور سلايسز. سلايسز انه هي بتكون على شكل باندا داتا فريم او على شكل ليست. فديته هنا الداتا فريم والليبلز. هنا اف شافل لانه هذه ترو او فولس، فبالتالي هنا فيش داعي انه نفحصها انه هي بتساوي ترو او فولس. فبقول اف شافل مباشره. ايش بدي اسوي؟ دي اس بتساوي دي اس دوت شافل، والبفر سايز هو عباره عن اللينث تبع الداتا فريم. بعديها بدي اقسم البيانات لباتشز. كيف؟ الدي اس بتساوي دي اس دوت باتش، والباتش سايز هي حددناه احنا 32، وبرجع الدي اس هاي في التنسور داتا، بالضبط. هذه الشغله كتير كتير مهمه في نيورال نتوركس، الشفل، وانه انت تحطهم على شكل على شكل باتشز كتير مهمة في النيورال نتورك. السبب في ذلك ليش الراندومايزيشن كتير امبورتنت للنيورال نتورك، لانه ممكن انه انت تخلي بترتيب البيانات بترتيب معين، انه تخلي الويتس الفاينل ويتس تتجه باتجاه معين ممكن يسبب لك اوفر فيتنج. فبالتالي هنا كيف؟ عشان ما تتركش تشانس او فرصة انه ترتيب البيانات يأثر على الترينينج، لانه لو ترتيب البيانات ترتيب معين ممكن انه يجيب لك ايرور اقل، تعال نزله للبرودكشن بيسبب لك اوفر فيتنج. بالضبط. كيف؟ لا لا لا، انا بحكيش انه لا، هذه الشغله في الترين تيست سبليت حكينا عنها. هذه الستيب خلصناها. انا بحكي على التريننج نفسه. حكيت التريننج ادي لك الاكزامبلز اي بي سي، ولا ادي لك اياها اي زد اف اكس واي. هذا الترتيب له تاثير على النيورال نتورك في الابديت للويتس، تمام. لانه هنا لاحظ في الرسمه، لو انا ما قسمتش هذه التقسيمه وبدي اعمل ابديت
كل اكزامبل في ايرور بعمل ابديت للباراميتر ابديت للباراميتر، فبالتالي الترتيب بياثر على الويتس. فبالتالي انت بدك تقلل هذا التاثير او التشانس، عفوا مش بدك تقلل هذا التاثير، بدك تقلل فرصه انه ترتيب معين يؤدي انه يكون في عندك اوفر فيتنج، فبتعمل شفل وبترتبه على شكل باتشز. ترتيب على شكل باتشز انه انت ما تستعجلش في الابديت للباراميتر، مش كل اكزامبل تروح تعمل ابديت للباراميتر، لانه انت ممكن تستعجل انه الاكزامبل هذا ممكن يكون انه واحد من من اكزامبلز انه يعتبر كاوتلايرز. فبالتالي اجل الابديت للباراميتر لغايه لما تديني باتش كامل، ساعتها بعمل ابديت للباراميتر. اقرب لك اياها زي كيف مثلا ايش في فاكهه لهم نفس اللونين نفس اللون؟ برتقال وايش؟ برتقال وكلمانتين. كيف؟ الكرز والتوت. تمام؟ هاجيت لو انا اجيت حكيت انه اذا انت لقيت اللون كذا، فبالتالي انت خلص بتعتبر انه هذه انه عباره عن كرز. تمام؟ وعملت ابديت للويت انه تعطي اهميه للويت للون عفوا. تمام؟ واستعجلت، غير ما انه انت تمر عليه كل الداتا سيت ويمر عليه كل الكرز ويمر عليه كل التوت وتشوف انه لا الكلر ملوش اهميه وبدك تعطي اهميه لفيتشرز ثانيه زي مثلا الملمس او الريحه او اي شغله ثانيه. فبالتالي هي 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 فكره تاجيل الابديت للباراميترز. تمام؟ هذا الكونسبت كتير كتير مهم في التنسور فلو، كتير كتير مهم في النيورال نتورك. تمام؟ انه انت لما تكتب كود لا لازم تتعود انه تعمل شفل باتش. يبقى هاي الداتا، هاي الميثودز اللي هما دياس دوت شفل دياس دوت باتش، خلاص عندك هدول زي السلام عليكم، حيصير في تحضير البيانات. طيب هنا ايش عمل؟ صغر الباتش. هنا الباتش كانت 32، حطها هنا 5. ليش حطها 5؟ just for demonstration purposes، بس لتوضيح انه كيف شكل الباتش. فايش هنا عمل؟ train ds بتساوي df to dataset، اداله الترين والباتش سايز بتساوي الباتش سايز اللي هو الحجم 5. وهنا الفاليديشن برضو حولها والتست حولها. طبعا هنا الفاليديشن الباراميتر تبع الشفل هنا حطه فولس لانه بيهمنيش في التست، لانه في التست هنا او في الفاليديشن ترتيب البيانات بيهمنيش لانه بعملش ابديتس للويت. بالضبط، ملوش اي علاقه في الابديت للباراميترز. اما التريننج بعمل ابديت للباراميتر، فالشفل لازم تكون ترو. تمام؟ فهنا ايش راح يسوي؟ بده يروح يطبع لك جزء من الباتش هذا. يبقى هنا فور فيتشر باتش ليبل باتش ان ترين دي اس تيك، اخذ سامبل واحده عينه. برضو هذه الميثود كتير انه مهمة انه انت تمر عليك، لانه في بعض الاحيان انه احنا عنا الكيرنل محدودة على على الكلاود. في بعض الاحيان ممكن يكون عندك الداتا ست مليون ريكورد وبتقدرش انه انت تشغل الذاكرة، بتخلص ال 12 جيجا بتخلص او 16 جيجا بتخلص. فايش ممكن تسوي؟ ممكن تاخد سامبل 100,000 او 500,000. فبالتالي كيف تاخدها؟ بهذا الشكل تيك او دوت سامبل وبتاخد هاي العناصر. ايش راح يطبع؟ الفيتشر الكيز تبعتهم والايجز تبعتهم والتارجت تبعتهم.
كيف؟ هو فعليا اخذ 5 سجلات لانه الباتش 5 تمام. ففعليا ايش الفيتشرز كلهم؟ هاي هم الفيتشرز هذول كلهم بدون التارجت. وايش اخذ؟ باتش من الايجز. يبقى هنا يبقى هذه هي الداتا سيت كلها. ايش اخذت؟ اخذت هذا العمود، عرضت الفاليو، عرضت الفاليوز اللي موجوده في الباتش. وين هالفاليو؟ هاي قديش عددهم؟ شيب قديش؟ 5. متخيلين معناها شو معنات الشيب؟ معنى ذلك انه هو اخذ 5 examples. متخيلين ايش معنات الباتش؟ عفوا متخيلين ايش معنات الباتش؟ بالضبط بالضبط. وهنا التارجت من الباتش هذه قديش؟ برضو 5، كله 0 0 0. بالمناسبة التارجت هنا يا إما 0 أو 1، يا إما عنده تشخيص بوزيتيف أو نيجاتيف، يا إما عنده هارت ديزيز أو لا. اللهم عافينا جميعا. تمام. فبالتالي هنا هدول الباتش كلهم زيروز. تمام. هنا اخذنا السكند باتش. تمام. يبقى هنا عملنا نيكست اتريت ترين دياس. مش احنا اخذنا هنا تيك 1، هنا ايش عملنا؟ نيكست راح يجيب لي كمان 1. وهنا شوف شكله كيف، زي هيك عبارة عن ديكشنري. هدول بالضبط هدول الاتريبيوتس. تمام. وهي الفاليوز اللي هي هاي كل واحدة فيها شيب 5، هذا الشيب 5، كله شيب 5 لأنه الباتش سايز أخذ كمان 5، أخذ الخمسة اللي وراهم. اول باتش بحطه ايش؟ يعني حطيت مثلا اول باتش 5، كل الداتا بتصير 5 5 5. نعم بقسمهم خمسات. لا حطيت مثلا 5 وبقسمهم بعدين 10 بجوز. لا الباتش هنا هيو قسمناهم في الاول 32 مناسب لحجم الداتا ست هاي. فهنا بقسمهم 32 32. لكن هنا قسم 5 فقط عشان انت بعينك تشوف الباتش، بس للشرح. لكن فعليا الباتش اللي احنا هنشتغل عليها في التريننج 32. فهنا قسم 5 بس للديمونستريشن. بالضبط. فهنا ايش عرف دالة؟ اسمها ديمو. شو بتاخد؟ فيتشر كولوم. تمام. وهنا الفيتشر كولوم لاير دنس فيتشر فيتشر كولوم. وهنا حول ال 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 الباتش اكزامبل، جاب النمبي تبعها وهنا اعطى يعني اداله الفيتشر كولوم. فبالتالي شوف كيف شكلها. هنا في استدعائها، عفوا حيكون في الاستدعاء، هذا تعريف الداله. هنا في الاستدعاء ايش ادينا؟ قلنا انه الفيتشر حددناه انه هو الايج وحكينا ديمو للايج. فبالتالي انه هيو 5. تمام. تمام لغاية الآن. الديمو هي عبارة عن دالة utility function نستخدمها عشان ننشئ feature column. فبالتالي تعمل لك transformation لباتش of data بناء على column معين. فأنت بقول لك اديني column، إيش بحول لك إياه؟ بحول لك إياه as a feature vector. يبقى هنا تعريف الدالة. تمام. وهنا حددنا فيتشر، كيف جبنا الفيتشر هذا؟ فبالتالي هنا فيتشر كولوم نيوميريك كولوم وهنا ايش
ليش النيوميريك كولوم؟ لانه تعال اطلع هنا على الداتا سيت الايج هذا ايش التايب تبعه؟ نيوميريك. تمام، هنا نيوميريك. تمام، هجيت هذه الداله اللي احنا استخدمناها وين موجوده؟ هاي from TensorFlow import feature column. فبالتالي هنا استخدمنا feature column. ايش نوع الفيتشر؟ numeric column. حددنا اسمه زي هيك من الداتا سيت، فبالتالي هذا راح حوله لكولوم. وهنا ايش ادينا؟ لدالة الديمو. دالة الديمو ايش راح تسوت؟ راح حددت انه حولت لي هذا الفيتشر كلاير دنس فيتشر. تمام، وايش كمان عملت؟ الفاليوز تبعتهم راحت طبعت، فبالتالي هاي النتيجة تبعته زي هيك. هاي الفاليوز هو عبارة عن تنسور. ايش الرانك تبعه؟ 1D. هذا الرانك تبعه 1D. بس هاي كل الفكرة في الموضوع. كتنسور؟ لا، هو فعليا هذا تنسور الرانك تبعه 1D. وينو؟ برضو تنسور، بس هنا اخذ الاكزامبلز هنا كلهم كرو، لكن هنا اخذ عمود. بس هاي الفرق، ونفس الاشي هذا تنسور وهذا تنسور، بس في الاول اخذ صف كامل، اما هنا اخذ عمود. او بالاحرى هنا لما قلنا له ترين داتا دي اس اوف الزيرو، هنا جاب صفوف واعمده. اما هنا احنا حددنا انه فيتشر باتش اوف الايج، فبالتالي انه هاي عرض لي اياهم، وهنا للتارجت. فبالتالي هنا احنا عرضنا كل الاعمده اسماءها طبعا. تمام، وعرضنا باتش لعمود معين وباتش لعمود ثاني. تمام، طبعا بخمس صفوف، وهنا خمس صفوف. هنا الداتا سيت كلها كامله، هنا بس اختار عمود معين بس. صحيح، الفيتشر كولوم ولا الباتش؟ الفيتشر كولوم مش متأكد. واحد 14 مش متذكر انه انا مستخدمها، مش عارف، مش متأكد يعني انه هل هي كانت موجودة او لا. طيب كيف شايفين الامور؟ كويسة؟ طيب نيجي لمفهوم البوكيتايزد كولوم. داتا سيت كلها لما تكون ارقام بتريح. لكن في بعض الاحيان الارقام هذه ممكن ما تكونش يعني انه هنا بدي اعمل فيتشر انجينيرينج، بدل ما انا احط له العمر از نيوميريك، ايش بدي اعمله؟ بدي احوله لباكيتس. ايش يعني؟ بحوله لفئات. ايش الباوندريز تبعته؟ 18 25 30 35 40 50. يعني عندي من عندي 18 لل 25 هذه كلها باكيت، وبعديها بيصير خمسات. فايش الداله؟ برضو فيتشر كولوم
بس هنا بوكيتايزد كولوم ايش بدي له؟ اسم الاتريبيوت الايج تمام، عشان هيك انا اخذته لوحده هنا. وايش اديته؟ الباوندريز. طبعا هذا الكلام بيشتغل على باتشز، حياخذ خمسات حيطبق عليهم هذا الكلام كله على كل باتش. فبالتالي برضو بنستدعي كمان مره الديمو ونشوف كيف الشكل. فبالتالي هنا ايش الناتج؟ هذا زيرو عشرة مية والإنبوت تنسور عندي ماينس خمسة عشر تلاف مية وخمسين عشرة خمسة فبالتالي الأوتبوت هنا زيرو. ليش زيرو؟ لأنه يعني من ضمن الفئة الأولى. فبالتالي هذه الباوندري أنا بعتبره من ماينس إنفينيتي لغاية الزيرو. وهنا الثانية عشرة عفوا عشر تلاف، عشر تلاف وين بتقع؟ لأكبر من مية، عشان هيك ثلاثة تمام. هذا عبارة عن نوع من الإنكودينج، هو فعليا نوع من الإنكودينج. وهنا مية وخمسين وين بتقع؟ برضو ثلاثة أكبر من المية. العشرة وين بتقع؟ اثنين. الخمسة واحد، والمية ثلاثة. طيب حقيقة نيجي لهذا أول عمر 41. وين الفئة تبعته بتقع؟ بين الأربعين والخمسة وأربعين. لقيت هذه هنا حاط زيروز وحاط واحد في الأخير. عشان هيك أنا إيش بدي أسوي هنا؟ بدي أطبع الإيج. بدي اعرض الديمو تبع الايج. هي نفس الشيء 41 41 60 63 54 41 41 60 53 54. بس هنا التحويل تبعه
انا مش قادر اعمل ماب بين هاي وهاي. هادي؟ لا هاي كمان مرة. هيك مزبوط، هيك مزبوط، هيك مزبوط. هذا عمل one hot encoding. هادي عشان أنا عملت run all في الأول وبعديها شو اسمه أخذنا كل مرة باخد باتش جديدة. هجيت هادي هاي الباتش 41، تمام هيك منطقي. 41 طلع عليها هنا من ضمن الفئات وين ارتقاء بين 40 و55، تمام؟ والخمسين عفوا، تمام؟ فبالتالي هنا بحول لي انه هذا الرينج من ماين من زيرو، من ايج زيرو لغاية 18 انه هاي فاليو، وهنا من 18 ل25 فاليو. فبالتالي هو بقى عند المنطقة هاي. فايش بيكون؟ انه هنا عند المنطقة هذه واحد والبقية اصفر. اما المثال الثاني برضو 41 نفس الفكرة، بعديها 60 هاي بيجي بقى قبل الفترة الأخيرة، هاي ها هنا بعديها 63 برضو في نفس الفترة، لأنه هذه الفترة أنا بحطها من 65 وفوق، لكن من 60 لغاية 65 أقل من 65 بقى ما قبل الأخيرة. فبالتالي هذه 63 هذه 63 الأخيرة قديش؟ 54. وين بتقع؟ بين الخمسة بين 50 والـ55. فبالتالي هنا هاي 1 2 3 4 عند هذه النقطة. فبالتالي هنا 1 2 3 4 بالضبط، تمام؟ فبالتالي هذا عبارة عن one hot encoding لل numerical values. تمام؟ نشوف هنا كيف بتعامل مع الكاتيجوريكال كولومز. ايش في عندي كاتيجوريكال كولومز؟ في عندي هنا هذا الكولوم ثال، تمام؟ فبالتالي عندي هنا فيتشر كولوم، كاتيجوريكال كولوم وذ فوكابلري ليست، هي اسم الكولوم وهذا الفاليوز تبعته. طبعا هذا كلام من وين؟ ارجع كمان مره للديتا سيت. هاي الثال، فبالتالي عندي نورمال فيكست ريفرسابل ديفكت، هذا كاتيجوريكال، ثلاثه كاتيجوريز. هاي ثلاثه كاتيجوريز، فبالتالي هنا ثال وان هوت فيتشر كولوم انديكيتور كولوم وديته الثال، وهنا ديمو للوان هوت للثال وان هوت. فبالتالي بيطلع لي اشي زي هيك، ثلاثة كاتيجوريز انه واحد منهم واحد والبقية زيروز بهذا الشكل. وين؟ هذه؟ هذه؟ الفانكشن ديمو انه بتعرض لي اياها. لا بس بعرض لي الفيتشر كولوم هذا، ايش هو الفيتشر وايش الفاليوز اللي موجوده هناك. طبعا بعد ما يطبق هنا، بعد ما طبقنا الوان هوت انكودنج عملنا ديمو عرضناه ديسبلاي. بس لاحظنا ما عملناش هداك عشان نون نيوميريك. النيوميريك ايش بدك تستخدم؟ بوكتايزيشن.
يبقى مع النيومريك ال 41 ليش حولها لاري؟ هذه الداله فيتشر كولوم بكتايزد كولوم، ايش اديته؟ الايج والباوندريز. هذه رجعت لي ايج بوكيتس في الكاتيجوريكال، برضه نفس الفكره فيتشر كولوم بس هنا كاتيجوريكال كولوم ود فوكابلري ليست. string نعم طبعا من دراسته للداتا ست، يعني الهارد ديزيز هذا انه يعني الفئات العمريه فيه انه يعني كل 5 سنوات ممكن انه تفرق، يعني انه بيكون في فرق انه كانترفال يعني. هو علاقه الايج مع التارجت بالضبط، بالاضافه انه ممكن انت تسال دومين اكسبرت، يعني انه ممكن تسال دومين اكسبرت في الموضوع طبيب انه هو ممكن انه يدي لك هنت قديش الفئات اللي انت ممكن تعملها. فجيت هنا سبب اختياره هنا هو فعليا انه بورجيني كيف انه انا اتعامل مع الستراكشر داتا سيت، والستراكشر داتا سيت انت عندك التايبس يا اما نيوميريك يا اما سترينج اللي هي كاتيجوريكال، وبورجي لك كيف انه انت تتعامل معها يعني. فبالتالي انه هي كاكزامبل لكن انت فعليا في الريال ابلكيشن انه يا اما بدك تسال دومين اكسبرت او انه انت تحاول تعمل تستقرئ العلاقه بين الايج والتارجت انه في ديزيز او لا. أو ممكن تحولها لهيستوغرام أو ديست بلوت ديستريبيوشن بلوت بالضبط. فممكن إنه أنت بالضبط ديست بلوت بورجي لك كيف توزيع البيانات. ديست بلوت أعتقد إنه هي أنسب إشي أكثر إشي يعني، أو حتى لو عملتها سكتر بورجي لك إيش التجمعات، يعني إنه زي هيك إنه بالنسبة ممكن إنه أنت تقسم الباوندري. نعم يمكن هو هذا مش مثال مناسب للبوكيتايزيشن. يعني مثلا لو اجيت مثلا علامات الطلاب كيف ممكن تعملهم بوكيتايزيشن؟ عشرات. ليش؟ لانه في يعني احنا عندنا معروف انه العشرات من 60 ل 70 مقبول، من 70 ل 80 جيد، من 80 ل 90 جيد جدا، انت بالضبط زي هيك يعني. فبالتالي انه بتكون حسب طبيعه الدومين اكثر شيء، يعني انه زي هيك اذا كان انه بالنسبه لك انه انت قريب للدومين. لكن اذا انت مش قريب للدومين بدك انه تحاول انه تشوف ايش البن سايز البوكيت سايز المناسب عشان انه انت تعمل بوكيتايزيشن للبيانات. طيب يبقى في هذا الاكزامبل انا بدي اتوقف هنا في هذا الاكزامبل لانه موضوع الامبيدنج بدي اشرحه في الاول، لانه اذا انا شرحته هنا لا حنضيع، وبرضه الهاش كولوم حنضيع. فاللي هنا تعلمناه من هذا الدرس انه كيف احمل البيانات من باندا وكيف انه اعملها باتش، هاي شغله كثير مهمه. هجيت احنا ايش بدنا نسوي؟
هالجيت ناخذ بريك تمام، وبدنا نرجع انه ناخذ براكتس. اورجيكم هنا كيف نحمل داتا سيت، انه انا ارفع داتا سيت على الكولاب او استخدمها من جوجل درايف او اعملها داونلود من يو ار ال تمام، وانه احنا نحاول انه احنا نشتغل عليها ونعرف النيورال نتورك ونشتغل عليها عبال. وبعد هيك بدنا ناخذ اشكال تانية في النيورال نتورك، انه احنا بدنا ناخذ الاستيميتورز والدي ان ان كلاسيفاير. هنشوف نكمل يعني هنكمل دوكيومنتيشن اكثر من هيك يعني تمام. خلينا ناخذ الان بريك ونرجع ثاني. طيب خلينا نستأنف لو سمحت، لو سمحت. طيب مطلوب منك يوم الاربعاء مش الجاي اللي بعده، انه هنا بدك تروح على المدونة وتكتب كاجل، وهنا تختار واحدة من selected competitions from كاجل. بدك تختار واحدة من competitions هدول، هدول competitions على structured data. بالمناسبة اللي ذكرته زميلتكم المرة الماضية، انه حسب الانفيتيشن على حسب قديش انه انت مخلص في الانترودكشن والانترميديت ماشين ليرنينج بتجي لك انفيتيشن، وحسب ما فهمت انه هم بيشكلوا الفرق تمام. فعشان هيك انه هذه كويس انه انت تعملها جوين، وانت ونصيبك انه انت مين يجيك الفريق اللي انت بدك تشتغل معاهم، او ممكن تشتغل لوحدك. ف يعني الكومبيتيشن هذه لسه ما صارتش تمام. فعشان هيك احنا بالنسبه لنا احنا حنشتغل على كومبيتيشن، ومطلوب انه انت تعمل فيها برزنتيشن يوم الاربعاء القادم. طبعا برزنتيشن بحضور الاشخاص القائمين على الحاضنه هنا، فبالتالي انت حتكون على المحك، حياتك حتكون على المحك تمام. بالنسبه لشو؟ انه انتو فعلا بتتعلموا اشي، ولا انه هيك بتيجوا بتاخدوا بريك وبتروحوا؟ يعني على سبيل المثال انا نقيت لكم كومبيتيشنز هنا، يعني على سبيل المثال هاي لو انت بدك تختار واحدة غير هدول برضو ما فيش مانع يعني تمام. بس هنا هاوس برايس، بس الايفالويشن هنا مختلف. هنا ايش بستخدم؟ بستخدم روت مين سكويرد ايرور. ف كيف هذه كومبيتيشن ثانيه غير هذيك تمام. فممكن انه يعني انه تعملي فيها كيرنل، وانه هي نوت بوك نيو نوت بوك وتشتغلي عليها. طبعا هنا السكور لو طلعنا على الليدر بورد مختلف السكور، لانه روت مين سكويرد ايرور هذا كل ما كان فراكشن وكان اقل بيكون افضل تمام. هدول الكومبيتيشنز يعني انا نقيت لكم هنا فينا عندي نوعين. فينا عندي ان كلاس بتكون بهدف انه تعليم، بس في هاي الحالة لازم انه من خلال invitation الساعة عن إذن دقيقة واحدة. على سبيل المثال هذه regression challenge، هذه limited معنى ذلك انه لازم انه تجي لك invitation عشان انت تقدر انه تيجي يعني تدخل على الكومبيتيشن. هاي المقصود بالليميتد. هنا في منهم مش limited تمام. طبعا هنا الكدوس معناها انه فيش جائزة، بس انه انت بتستعرض عضلاتك فيها، بس يعني انه انا دخلت الكومبيتيشن هاي لانه في منها انواع انه ممكن اعملها فلتر هنا جنرال، واختار انه اول كاتيجوري
في ريسيرش وفي ريكروتمنت وفي للجوبز. ريكروتمنت انه هذه للوظائف، فبالتالي هنا بدهم يوظفوا حدا بحطوا كومبيتيشن، واللي بيجيب هذه للفيسبوك، واللي بيجيب اعلى تيم او اعلى انه هذه للجوب زي هيك، فبالتالي انه هاي التايب تبعها للجوب. وهنا هذه اول كاتيجوري في منها للنوليدج، يعني هاي مثلا للنوليدج تايتانيك ماشين ليرنينج فروم ديزاستر، هذه للنوليدج برضه فيش فيها جائزه، بس انه الفكره انه انت بتكتسب معرفه وخبره جديده. القدس حكينا انه انت شغله بتفتخر فيها، يعني انه بتستعرض عضلاتك فيها، تمام. فانا انتقيت لكم انه مجموعه من نظام الاستراكشر داتا اللي احنا اشتغلنا عليه اكثر شيء، تمام. الايمجز يفضل انه انت تشتغل على سي ان ان، تمام، حناخدها سي ان ان، فبالتالي انه انت ممكن تشتغل على ايمجز. الايمجز هي حطيت لك مجموعه هنا انه انت تشتغل عليها، تمام. يعني على سبيل المثال هاي الكومبيتيشن في الايمجز، انه المطلوب منك انه انت تصنف الصحون هدول ديرتي ولا كلين. لو طلعت على الداتا سيت هنا على الداتا وشفت مثلا في الترين هاي كلين، هاي هذا الصحن نظيف، برضو هذا الصحن نظيف. لو رحنا على مجلد الديرتي وشفنا اي حاجة عشوائية، هذا الصحن ديرتي. شايف قديش التاسك صعبة شوية يعني، تمام. بس كيف؟ لا كلين، هذه رسمة. هذه شغلانة الماشين انه هي تطلع الفيتشرز اللي تقدر تميز منها من خلالها انه هذه نقشة موجودة في الصحن او انه الصحن مش نظيف، تمام. ف ممكن لما انت تدخل كومبيتيشن، يعني سوي اللي بدك اياه، بدك تستخدم سي ان ان مباشره، بدك تعمل ايمج فلترينج كبري بروسيسنج بطريقه معينه. لا 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 لا، هاي شوف هذا صحن عادي، شوف رقم هذا تيست. اوكي خلينا في الترين الكلين، هذه سلطانية مش صحن. شغلة موجود يعني في لا لا لا، هذه شوف هذه البروبلم جايه من انه انت في عندك بايب لاين لغسل الديشز، لغسل الصحون، تمام. فبالتالي هاي الصوره زي ما انت شايف كلها جايه من فوق، فبتنحط على البايب لاين. جمعنا الداتا سيت هذه انه هذا كلين هذا مش كلين، هذا كلين هذا مش كلين، فبالتالي احنا بدنا نعمل اوتوماتيك كلاسيفيكيشن لهي الشغله، انه خلاص هذه تروح على انه كلين، ما فيش داعي انه هي تروح على الغسيل، فخلص انه ترجع محلها. واحنا دخلنا البروبلم سبيسيفيك، زي ما بحكي لك انه انت عندك الصور
فيها صورة صحن واحد، وهذه حيتم استخدامها في هذا البايبلاين. فبالتالي خلاص ما تحطش انه لا حيكون في صحن او ما فيش صحنين، انه انت تقلق، يعني انه انت تقلق من هاي الشغلة. يعني حتى لو كان في صحنين، يفترض انه اذا كان هذا الاشي موجود عندك في التريننج داتا يا استاذ، تمام، فهذا خلاص انه الماشين تقدر انه هي تتعامل معاه خلاص، يعني تشيلش هم الشغلات هذه. انت يفترض انه انت تفكر مش كيف بدنا نجمع الداتا سيت وهذه احطها في التريننج وهذه لا ما احطهاش. هاي الداتا سيت انت موجوده عندك جاهزه، بدك تفكر في ماشين ليرنينج موديل يقدر تجيب فيه سكور كتير كويس. هذا individuals، شغل individuals. بالضبط، بدك تستكشف البيانات، تعملها visualization. هنا في البرزنتيشن شيء يعني مهم، ومش زي الفيجواليزيشن اللي انعمل قبل هيك، انه انت بتحط لي البلوت ولحالك انت، يعني انه انت خمن ايش هي العلاقه. لا، انت عندك نوت بوك وبتكتب مارك داون انه والله في علاقه بين كذا وبين كذا. لو عملت بلوت وما قدرتش انه انت تستنبط علاقه معينه، عادي ممكن تكتب الملاحظه هذه انه ما فيش علاقه واضحه بين كذا وبين كذا. تمام، انتوا حابين تشتغلوا كتيم انه اتنينات اتنينات مثلا انه واحد يركز شوية على الفيجواليزيشن، واحد يركز على الموديل اكتر. كيف؟ ماشي، ممكن تشتغل انديفيجوال وممكن تشتغل اثنين، يعني تيمز كاثنين ماكسيموم، يعني ما يزيدش عن هيك يعني. لانه هو الفيجواليزيشن جزء من انه كيف انه انت بتعمل ابروتش للبروبلم، كيف انه انت بتعمل تاكل للبروبلم، كيف بتحلها، كيف انه انت بتقترب من الحل. فاول حاجة انه انت زي ما حكيت انه احنا بنقرب من الدومين، بنتعرف عليه اكتر، نتعرف على شو هي الفيتشرز، كيف بدي اعملها بري بروسيسنج. فبالتالي اول حاجة استكشاف البيانات، بعديها بري بروسيسنج، بعديها انه انت تستخدم موديل معين مع باراميتر تونينج، بتشوف ايش هي الباراميتر وتجيب انه تعمل باراميتر تونينج. فبالتالي هاي الشغلات اللي انا حطلع عليها في التقييم. فلو حبيت انا ممكن اسجل لك اياها، اللي هي data exploration، data pre-processing. اوكي، ما انا حكتب هنا وبعديها ححط على بعديها موديل سيلكشن. بدك تشتغل على راندوم فورست مباشره، بدك تشتغل على بوستينج مباشره، شوف استكشف النتائج. والله انت ممكن انت تقارن الراندوم فورست لوحدها وتشوف الانسمبل بعد هيك انه في فرق في النتائج او لا. تمام، بعديها هنا باراميتر visualization. في شيء ناقص صح؟ هيك visualization صح. تمام، يبقى هنا الايفالويشن انا عندي، وهنا برضو باراميتر تونينج وايفالويشن. هنا الايفالويشن بالنسبه لإلي، تمام، الترينر اللي هو انا يعني، تمام، انه انت قديش عملت هذه النقاط. بالإضافة ل السكور اللي انت جبته.
زي ما حكيت لك هذا الكلام حيكون مطلوب فيه presentation. بتفتح النوت بوك وبتبدأ تحكي انه انت عملت هيك وسويت هيك, هاي هيك هيك عملت visualization للبيانات, بتشرح لنا على البيانات اول هيك عملت visualization للبيانات, في trend معين, في علاقة بين كذا وفي علاقة بين كذا, تمام. كيف عملت pre-processing, بدها label encoding, بدها one hot encoding, بدها replace للmissing, قديش فيها missing data, كل هاي information انه انت بدك تحطها في البري بروسيسنج. كيف اخترت الموديل, كيف عملت تونينج, سواء كان انه انت عملتها نستد لوب عاديه او جريد سيرش, وهنا ايفالويشن. وممكن انه انت اذا حابب تستخدم, ممكن انه انت تستخدم التنسر فلو في الموضوع, لانه احنا حنكمل هنا حناخد شغلات جاهزه اسمها بري استيميتورز, دي ان ان كلاسيفاير, ديب نيورال نتورك كلاسيفاير او ريجريسور هنستخدمهم. هاي انا حاطط لك هنا الدوكيومنتيشن تبعهم هنا في السيلكتد كيراس دوكيومنتيشن للتنسور فلو 2. ففي عندي هنا حاجه اسمها كيراس استيميتورز اللي هي جايه من البري ميد استيميتور اللي هي linear regressor, linear classifier. الفرق بين الclassification والregression واضح بالنسبة لنا. هذه البروبلم linear, لو انت بدك تشتغل non-linear في عندي حاجة اسمها DNN classifier, DNN regressor, وفي عندي هنا posted trees classifier, posted trees regressor. احنا بنحكي على كيراس يا جماعة, شو علاقة التري في الكيراس؟ تري اوف ايش؟ tree of networks, tree of neural networks, تمام. فبالتالي هنا posted tree classifier, فبالتالي الـ 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 هي عبارة عن مجموعة ensemble method, هذه ensemble method بس مجموعة من neural network وبعملهم boosting, نفس اسلوب البوستينج انه كل مرة بركز على الاكزامبلز اللي هو بغلط فيهم. فبالتالي هنا classifier للcategorical problems او categorical target, وهنا regressor. هدول الامثله احنا حنمر عليهم, تمام. كيف ماشي اوكي, انا بحكي لو حبيت يعني انه انت لو شفت انه البروبلم انت اشتغلت عليها وحابب برضو تجرب الكيراس عليها ما فيش مانع. طيب فهنا كيف بدك تصل لهذه المعلومات؟ هنا بتروح هنا في المدونة بتكتب كيراس. في الكيراس هنا بيطلع عندك selected كيراس documentation. بدك تصل لللينكس اللي أنا حطيتهم في الكاجل تبعت الكومبيتيشنز, تكتب كاجل هنا في السيرش بيطلع لك هنا selected competitions from كاجل. دوكس دوكيومنتيشن, نعم. يبقى هذا الهاوس برايس زي ما حكينا انه روت مين سكويرد ايرور. في انا عندي التايتانيك انا التارجت تبعي انه بناء على البروفايل تبع الباسنجر بدي اعمل بريدكشن انه سيرفايفد ولا لا. فبالتالي هنا الايفالويشن عباره عن اكيوريسي كنسبه مئويه. كيف بالضبط انه البروفايل معنى ذلك انه انا بقصد فيه عمره, هل هو ميل ولا فيميل, كل هاي بروفايله يعني معلومات عنه يعني هاي. بالضبط وين موجود كان في السفينه, تمام. فهي الداتا لو اطلعت عليها انه في الترين هنا survived, هنا survived 1, died 0, ال B class, ال name, ال sex إلى آخره من ال attributes. في عندك كذلك cat and dat categorical,
هذا تشالنج انه فعلا بيخليك انه اللي انت تعلمته في الكاتيجوريكال فيتشر انكودينج انه انت تطبقه بشكل فعلي وتشوف قديش انه انت فعلا ممكن تعمل كومباينيشن بين الون هوت انكودينج والليبل انكودينج وال 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 والميسنج فاليو ريبليسمنت عشان انه انت تحل المشكله هاي. هذه الداتا سيت اللي هو ريستورانت ريفينو بريدكشن، قديش انه انت تتنبأ بارباح الريستورانت بناء على معلومات كثيره. المعلومات هذه على سبيل المثال هي لها علاقه ب متى فتح هذا المطعم، وين المدينة اللي موجود فيه، اسطنبول ولا أنكرا ولا الجروب اوف سيتيز، هل هو من مطعم في المدن الكبيرة او في المدن الصغيرة. تمام. التايب اف سي من فئة الفاست فود والشغلات هذه كلها الى بقية البيانات عشان تتنبأ بالارباح تبعت بالضبط. في انت عندك مجموعه من الفيتشرز هذه من بي 1 لغايه بي 37 وفي الاخر انا عندي الريفن. تفضل. مش عارف انت المحبط او انه شيء بعد الموضوع السوليوشن، لما درست الاي اي صار عندنا السوليوشن بتعمل السوليوشن نعم. حقيقة الماشين ليرنينج هو عبارة عن سب فيلد من الاي اي. تمام. الماشين ليرنينج انه انت بدك تخليه انه يتعلم من بيانات او انه يتعلم بدون ما يكون في عنده بيانات، ساعتها انه ممكن تستخدم حاجة اسمها اوبجكتيف فانكشن او شغلة زي هيك. يعني على سبيل المثال البروبلم تبعت الترافل سيلزمان بروبلم تي اس بي. تمام. بدك سيرش الجوريثم انه عشان يحلها. في السيرش الجوريثم ممكن انت تحط هذا الكلام اللي انت بتحكيه اللي هو عباره عن الاوبجكتيف فانكشن او اليوتيليتي فانكشن والشغلات هذه اللي انت بتحكيها عشان انه احنا انه السيرش الجوريثم يشتغل. فبالتالي كيف النكست سيتي بده يختارها بناء على اوبجكتيف فانكشن. لا هنا البروبلم معمولها فورميليشن از انه انا في عندي انبوت واوتبوت، فبالتالي الماشين ليرنينج الجوريثم هي عباره عن انه احنا نطلع الموديل فانكشن انه انا بديها الاكس عشان تطلع لي الواي. هناك انه احنا بنعمل فورميليشن للبروبلم از ا سيرش بروبلم، فبالتالي انا التارجت انا عندي انه انا موجود في مدينه معينه وبدي انتقل لمدينه ثانيه، في عندي many possible ways عشان انا اصل للمدينه هذيك، فكيف بدي اوجد السوليوشن؟ هي عباره عن سيرش بروبلم. او على سبيل المثال انت في عندك ثلاث مولدات. تمام. الثلاث مولدات هذول محتاجين ان هم يشتغلوا ساعات معينه ويعملوا مينتيننس ساعات معينه، فكيف بدك تعملهم سكيجولينج بحيث انه ما تقلش الباور؟ فهذا هو الاوبجكتيف فانكشن. فبالتالي انه فورميليتد لايك ذس انه بدك تعمل مينتيننج بدك تعمل سكيجولينج للجينريتورز هدول بحيث انه في 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 اي لحظه ما تقلش الجينريتد باور عن كذا ميجا وات. بس هل ممكن يطلب منك شغل هيك شغل اي اي انه اوبتمايزيشن شغل مش بهاي الطريقه بدك؟ تقدر تقول انه الشغلات هذه انه كالجوريثم او كتول انه موجوده انه جاهزه، وبالتالي او مش جاهزه انه في من خلال تول معينه انه هي ممكن انه هي توجد لك الحل. التولز هذه فريندلي كتير، يعني مش محتاجه خبير في الاي اي انه هو يشتغل عليها عشان انه هو يوجد الحل. يعني صحيح
انه الفكره انه انت تعمل اوبتمايزيشن لها، يعني انه انت تعمل فورميليشن للبروبلم، لانه هذه انت ممكن تستخدم تري سيرش الجوريثم. انت في عندك كتير، في عندك البريدث فيرست، في عندك الديبث فيرست، في عندك الاي ستار الجوريثم، في عندك اكتار. فبدك انه انت تختار واحد منهم انه الاقل كومبلكسيتي، وانه الاوبجكت يعني بيعمل لك، يعني انه بوجد لك البيست سوليوشن او الاوبتيمال سوليوشن. وفي عندك الاسلوب الثاني اللي هو تستخدم جينيتك الجوريثمز. في الجينيتك الجوريثمز بدك انه تركز على عده شغلات، انه انت تعرف الاوبجكتيف فانكشن من الدومين زي ما هو، بدك تصيغها بشكل رياضي، هو بيصيغ لك اياها بشكل ناتشورال لانجويج. بدي الجينيريتد باور ما تقلش في اي لحظة عن 20 ميجا وات او اقل. فانت بتكاش انه يعني هي ايش فكرة الاوبتمايزيشن، بدك تكون فوق ال 20 بشوية عشان ما تكونش في عندك كهرباء ضايعة، وفي نفس الوقت بتكاش تنزل على 20. فكيف بدك تعمل انكودنج للديتا تبعتك از كروموزومز بالضبط، عشان انه انت تقدر تشغل عليهم الجينيتك الجوريثم وتعمل إيتريشن بالضبط، اللي هي العمليات تبعت الجينيتك الالجوريثم اللي هي الميوتيشن والكروس أوفر والشغلات هذه كلها. فهاي الشغلات هذا الديتا ساينس غير عن التراك اللي السيرش الالجوريثم الموجود في الاي اي. السيرش الالجوريثم ممكن تستخدمه مثلا في الجيم بلاينج، وهي الشغلات انه اغلبها جاهزه. يعني انا على سبيل المثال في عندي مشروع بشتغل عليه، انه انا بعمل جيم على اليونيتي. اليونيتي هي عباره عن فريم ورك للجيم ديفلوبمنت، تمام. وعملت اوبجكت اللي هو عباره عن تانك، وعملت اكشن انه بدي اياها تنتقل من هذا المكان لهذا المكان. فاليونيتي بيجي بقول لك انه ماشي، انت عشان تنتقل من المكان هذا للمكان هذا في عدة طرق، كيف بدي اختار الطريق هذا؟ بقول لك اختار سيرش الجوريثم، فهو already implemented في اليونيتي، بس انت بدك تختاره وخلاص هو بيشغله وبيحدد المسار، وساعتها خلاص الدبابة بتنتقل من هذا المسار لهذا المسار. فانا بقصد انه في كتير solutions جاهزة وimplemented لشغلات زي هيك، في فريم وركس زي مثلا اليونيتي للجيم ديفلوبمنت، حتى في بعض الاي اي في اليونيتي انت ممكن تستخدمه، انه انت تحدد مثلا سكور فانكشن، انه هذا الطريق مثلا في شغلات معينه ممكن تنقص من اللايف تبع الدبابه، فبالتالي لا بيروح من طريق اوبجكتيف فانكشن. نعم. هنا هذه لو حدا بده يشتغل في كريم او في تطبيق الثاني اوبر، تمام، ممكن انه هو يساعدني في الموضوع. فبالتالي هنا نيويورك سيتي تاكسي فير بريدكشن، فانا بدي اتنبأ بقديش الفير او الأجار التاكسي بناء على معطيات كثيرة. إيش هي هذه المعطيات؟ اللي هي هذه 5 جيجا، هذه كثيرة البيانات كبيرة، بس خليني أقرأ هنا ديسكريبشن عن البيانات اللي هو البيك أب ديت تايم، لأنه أنا لما أجي أوصل في الليل غير أنا ما أوصل في النهار، هذه معلومة موجودة. وهنا اللانجيتود واللاتيتود اللي هو المكان، تمام، والدروب اوف لانجيتود واللاتيتود اللي هو من وين انا اخذتك في البيك اب، والدروب اوف وين نزلتك، والباسنجر كاونت، لانه كل ما زاد وزن السياره تاخذ وقود اكثر، تمام. كيف هو هو يا
يعني انت اذا بتستخدم كريم كيف انه بقول لك انه السعر هالقد، فهو بشوف من وين اخذك ومن وين نزلك بالاضافه للتايم ستامب. كيف ما تحكموش فينا؟ ولكن بدهم بمسافه في ريشيو معين ربي على السعر عقد تحديد السعر في كريم او اوبر بيستخدم موديل معين انه حسب البيك اب وحسب الدروب اوف وقديش انه الوقت المستغرق وفي واي وقت انه انت اخذتك في الليل او في النهار لانه حسب الزحمه وحسب ال صحيح. هذه الداتا سيت انه مجمع بالضبط بالضبط، فبالتالي انه هذا الموديل انه انت ممكن انه انت تطبقه على مكان تاني شبيه بنيويورك، انه انت هناك مش عارف نظام التسعير. يعني مثلا اوبر بدها تيجي تدخل سوق جديد ما دخلتوش قبل هيك، فبالتالي بتشوف اقرب مدينه للمدينه هذه اللي بدها تدخلها وبتطبق علينا نموذج التسعير بهذا الشكل. بالضبط، لانه هنا البيك اب ده التايم انه يعني انه تريب تايم مش موجوده هنا اعتقد. هذه عليها فلوس بس مخلصة، التايم لاين تبعها مخلص. بس الفكرة انه ريال بروبلم وموجودة زي ما حكيت لك في تطبيقات كتيرة انه بدهم بريدكشن موديل ليعمل الشغلة هاي يعني. فعشان هيك انه حطيتها ضمن السلكتد. هنا سلسلة متاجر الوول مارت، تمام؟ هذا عبارة عن سلسلة متاجر موجودة في كتير من المدن، فبالتالي إنه بدها تعمل بريدكشن للسيلز لما يكون في عندي هنا إنه كيف ممكن يتأثر بالسنو والرين، لانه انا بيكون في عندي على سبيل المثال في عندي ديماند اكثر وفي نفس الوقت خطوط السبلاي شويه فيها. بالضبط، فهذه برضو في عليها برايز بس برضو انه هي مخلصه عشان هيك في ليت سبميشن. مش مشكله، انت ممكن تعمل سبميشن بس انه هي ريال بروبلم من سلسله متاجر وول مارت. الداتا انه هنا بدك تعمل جوين لاكثر من واحد، لانه في انت عندك بيانات الطقس وعندك بيانات للتريننج. يفترض انه الديسكريبشن تبعها هنا هذه بدها شويه قراءه عشان انه انت تطلع عليها. يعني انت في عندك الديم ستور نيبرهود ستيشن نيبرهود هذه بريدكشن للفيوتشر سيلز. طبعا هذه كومبيتيشن تابعه على كورسيرا بس مفتوحه ممكن تعمل عليها سبميشن. البيانات انه انت بدك تشتغل على داتا سيت، الاي دي هل هو بيمثل شوب، الاي دي تبع الشوب اللي هو شوب اي دي، الايتم اي دي، كاتيجوريكال اي دي، تمام. وبدك تعمل هنا بريدكشن للسيلز. هذه بروبلم مختلفه، هذه كانت برايس، هذه ديوريشن تريب ديوريشن، برضو نفس الفكره بناء على البيك اب تايم ومن وين ولوين.
لانه فعلا في التطبيقات هاي سواء كان كريم او اوبر هو بعمل استيميشن انه انت حتصل خلال 7 دقائق او 20 دقيقه بحط لك تايم تبع الوصول. كريم موجود فيه في تايم بحط لك الديستنيشن حتصلها الساعه كذا. نعم كيف الايش لو حطيت ديستنيشن بعمل لك استيميشن للتايم. فهدول التنتين يفترض ان انا احطهم جنب بعض لانه زي ما حكيت انه هاي الشغلات في هدول النوع من التطبيقات بعملوا لها استيميشن يعني انه اثنين استيميتد يعني. فهاي هادي مع هاي هذه مكررة خلاص. اوكي الايميجز انترستينج يعني انه هنا على سبيل المثال في الليف كلاسيفيكيشن في بالمناسبة يعني تطبيق على جوجل ستو على متجر جوجل انه بتحط يعني بتنزله بتحط بالكاميرا تبعتك انه على صورة نبتة معينة بعمل لك بريدكشن ايش هي هاي النبتة. تمام فهاي الفكرة تبعته يعني تطبيقات الديتا ساينس بالمناسبة انت ممكن لو انت ما اشتغلتش لشركة معينة ممكن يكون في انت عندك افكار وتيجي تعملها كتطبيق اندرويد زي الشغلة اللي احنا بدنا نسويها بمساعدتكم انه احنا حنعمل السيرفيس تبع تصنيف الملابس وانتو حتعملوا تطبيق الاندرويد وانه بدنا نصير نجربه انه نصور شغلة معينة ونشوف ايش البريدكشن تبعها. فبالتالي هنا الليف هاي تصنيف الاوراق في لها تصنيفات معينة هاي وصف الداتا سيت هنا بخصوص المارجنز تبعت الورقة الشيبس في كذا فيتشر للشيب في كذا فيتشر للمارجن وفي كذا فيتشر للتكتشر للملمس. تمام وهذه عبارة عن صور بالمناسبة هذه الداتا سيت عبارة عن صور. شغلات الصور ممكن انت تأجل الشغل عليها بعد ما ناخد السي ان ان بيكون افضل انه انت بتحصل نتائج افضل. فممكن تشتغل هنا على الستركتشر داتا زي هيك في يعني الايمجز هاي حطيتها زي هنا والتكست برضو حطيتها زي هنا اللي هو السنتمنت اناليسيس. فحنشارك في كومبيتيشن متعلقه بالسنتمنت اناليسيس فمطلوب منك انه انت تختار يوم الاربعاء مطلوب تعمل برزنتيشن تختار واحده من هدول الكومبيتيشنز. لو بدك تختار كومبيتيشن تانية غير هدول برضو انا اوبن انه انت تختارها بس بدك تخبرني عليها قبل تعطيني الرابط تبعها عشان اقول لك انه اوكي اوافق عليها وتشتغل عليها. نفس النوت بوك نعم تمام كيف مش الاربعة هذا اللي بعده حاضر. يبقى هنا تكتب select
طيب هاي نرجع هنا للكولاب. واشوف كيف ممكن احمل داتا سيت. فبدي انشئ نوت بوك جديد. تمام. كيف بدي احمل داتا سيت؟ فهنا بدي اسميه هذا لود دياس. ففي عندي في المنطقة هذه عندي الفايلز. خليك معي يا أستاذ لو سمحت. عندي الفايلز لسه بحاول يعمل كونكت. أوكي كونكتد. فعندي هنا سامبل داتا. تمام. هذه بتيجي مع كل نوت بوك. تمام. بدك تحمل بيانات جديدة فبتعمل هنا أبلود وبتختار البيانات. أنا على سبيل المثال بدي أحمل البيانات تبعت الأيريس او حتى تبعت البرايس بريدكشن. فموجودة عندي في الجيت ريبوزيتوري داتا. هذه 5 ميجا. هذه اوكي ناخد هاي. هنا بيعطيني تنبيه انه لما اجي اطفي هذا الكيرنل الداتا سيت هذه بتروح. هيو قاعد بحمل هنا تحت. فبالتالي انه كل مرة بدي اشغل بدي اضطر انه انا احمل الداتا سيت. فعشان هيك بتلاقي انه اغلب الكيرنلز يا اما بتحمل الداتا سيت من URL يا اما في اسلوب تاني الان حورجي لك اياه. فهي الداتا سيت هاي اتحملت فهنا خلص صارت موجودة هنا. كيف بدي اشوفها؟ فبحط الكوماند هنا ls. هاي موجودة عندي هنا. تمام. في هذا المجلد انه هنا بجيب لي خلاص. هذه معنى ذلك انه انا بسكرها عشان اوسع وسع اكثر. هنا بعمل import panda as bd و data بتساوي bd.read csv. هذا الكلام. data.head. حرف الام وين؟ تمام. فخلاص تعاملت مع البيانات. بعديها بدي ارجع هنا على documentation عشان انه انت تشوف كيف تحولها لسلايسز تنسر فلو سلايسز. فتفتح التنسر فلو بس مجرد انه انت تكتب هنا في السيرش باندز. فهنا شايف ايش انت عندك في اليو ار ال. هنا يبقى tutorials load data from banda لانه انت عندك هنا ممكن تحمل الداتا سيت هذه من عدة مصادر. هاي CSV, NumPy, Images, Text, TF Records. فبالتالي هنا من الباندا هي الكود هذا اللي انا ورجيتكم اياه انه انت كيف تحوله لسلايسز. هيو read CSV بعد هيك بدك تحوله لسلايسز. هاي TF داتا سيت data set from tensor slices بديله ال x وال y. كيف؟ لا هنا ايش قرأها؟ قرأها df data frame. سمى data set df. ممكن. تمام. فبالتالي هاي بنستخدم هنا وبترجع على documentation.
هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه أنا إيش أسوي؟ أروح أتعامل مع الجوجل درايف. أتعامل مع الجوجل درايف بدي أرجع أفتح هاي زي هيك إنه البيانات بتصير أنا عندي بيرمننت، معنى ذلك إنه ما فيش داعي كل مرة أرجع أحمل الداتا سيت. فبروح هنا بعمل يعني بحط المؤشر هنا على الآخر وبحط هنا ماونت درايف، فهو لحاله بروح بعمل انسرت لكود، هذا هو from google collab import drive، وعمل ماونت للدرايف تبعي. هلقيت هذا لما أشغله، انتبه لهذه النقطة، بروح بطلع لي رابط أضغط عليه بيديني كي لازم أدخله هنا عشان أعمل authorization إنه النوتبوك تبع الكولاب يعمل أكسس على الجوجل درايف تبعي. فحدخل بالحساب هذا السماح، بعمل كابي للكي بحطه هنا كنترول في انتر، هيك بصير في تحميل أنا عندي للجوجل درايف على هذا المسار. بدي أعمل له ليست، بدي أحط هنا ألس هذا الكلام، فبالتالي هنا ماي درايف برضو بضيفها هنا سلاش ماي درايف، وهنا بحطها بين دبل كوتيشن عشان، فبالتالي هذه محتويات الجوجل درايف تبعي. تمام، فبالتالي الداتا سيت تبعتي بتكون في موجوده في مكان ما هنا، بكتب مسارها بالكامل وبعمل بي دي اف بي دي دوت ريد سي اس في وبكتب المسار كامل هنا. ساعتها انا بكون اوريدي محمل الداتا سيت هذه على الجوجل درايف، ومفيش داعي كل مره ارجع احمل الداتا سيت هذه لو كان حجمها شويه انه كبير. هنا بتروح وبتضغط على هذه ماونت درايف، هو لحاله بروح بدرج سيل وبحط فيها الكود، بتعمل له رن بروح بطلع لك رابط اضغط عليه عشان تدخل الكي عشان تسمح، وبيعمل لك جنريشن لكي للسيشن هاي وبتسمح له. فبالتالي انه الداتا سيت عندك اوريدي محمله، لو كان حجمها 1 جيجا 300 جيجا 300 ميجا فيش داعي انه انت ترجع تحملها كل مره. الخيار الثالث انه انت تكون موجوده عندك في يو ار ال، زي هنا اللي هو زي الهارت ديزيزز، انه هاي اليو ار ال تبعها. فبالتالي هذا الخيار انه ممكن اخذ اليو ار ال هذا و يو ار ال بتساوي هذا الكلام، بعدين هارت داتا بتساوي بي دي ريد سي اس سي اس في. اللي بيسويه اللي موجود هنا في الاكزامبل انه هو فعليا بيعمل جيت للفايل، ففعليا بيعمل له داونلود بيخزنه لوكالي وبعديها بيقرا، لكن الباندا في حد ذاتها عندها القدره انه هي تقرا من اليو ار ال مباشره. لكن هذا لو كان حجم الملف شويه كبير يفضل انه نعمل له داونلود وعمل له ريد احسن، يعني انه بدل ما اخلي الباندا انه هي تقرا. فبالتالي هنا ممكن ادي له هنا اليو ار ال مباشره ونعمل هنا الهارت داتا دوت هيد، فبالتالي الباندا فيش عندها مشكلة، قرأت اليو ار ال وهي البيانات بهذا الشكل. تمام، فبالتالي التعامل مع البيانات مع الكولاب مش زي الكاجل. الكاجل فيها انت عندك خيار انه انت تعمل ابلود للداتا سيت بتضلها بيرمننت وبتعمل عليها كيرنلز، بعد هيك ممكن تخليها بابليك ممكن تخليها برايفت، لكن هنا في الكولاب يا اما بتحملها وبعد ما تخلص الكيرنل بتروح،
او من خلال الجوجل درايف او من خلال يو ار ال، ثلاث طرق. ايش اللي ايش النوتيفيكيشن؟ ما فهم سمعتش صح. هلا بعد ما يعمل الشغل اه الايش الاوتنتيكيشن اه هلا الكود رح يروح له ولا لا؟ للجوجل درايف تبعه اه، فبالتالي هو بيعمل انه ماونت للجوجل درايف تبعه مش تبعك. ممكن الداتا هذه على الجوجل درايف تكون شيرد بينك وبينه، وبالتالي انتم بتعملوا ماونت على نفس المكان، موجود عندكم في نفس المكان، او تستخدموا اليو ار ال. طيب تعملوا سيكوينشال موديل كيف للهاوس داتا سيت او للايريس؟ تمام، تحمل البيانات، وعشان تريح راسك ايش بتتعمل؟ بتتعمل بس مع النيوميريك فيتشرز، فبتعمل اكسكلود لاي حاجه اوبجكت، لانه هديك بدها انكودينج بالضبط. تمام، فهذه انه بتروح يعني بتحدد الاكس والواي، واضحه الخطوات يا جماعه؟ فبالتالي هذه الداتا سيت، هذه خليني انقلها تحت هيك، وعشان اريحك انه انت تحمل الداتا سيت هذه انا ممكن ادي لك اياها من الجيت هاب تبعي. تروح على حكيت احط لك الرابط. هنا على الداتا على هذا المجلد، هذا المجلد، وهنا اي رايت كليك على الداونلود كوبي لينك، وهنا هاي بدي اعمل يو ار ال بتساوي هذا الكلام، وهنا house data بتساوي bd.read.csv house data بتساوي .head. بشوف بدي اتاكد انه هو قرأها. انا معلق في راسي الهورس. تمام، فالخطوات بعد هيك هاي بدي اعمل هيد 2. ايش بدك تعمل؟ هنا بدك تعمل الخطوات دروب او اكسكلود، اسم الميثود اسمها اكسكلود اوبجكت اتريبيوتس، وبعديها بدك تعمل
الاكس والواي، الاكس كابيتال والواي والواي سمول، الاكس بتساوي كل الاتريبيوتس، بتعمل دروب للبرايس بتحطه في الواي، وبعديها بتعمل سبليت داتا، بتستخدم ترين تيست سبليت، وبعديها بتعمل دياس انه لود as tensor slice data، ترجع للدوكيومنتيشن وبتشوف كيف. وهنا اخر خطوه apply sequential model اللي هو بتعرف الانبوت وبتعرف ميدل لاير، حطه 128، والاوتبوت كم نيورون فيه؟ واحد، لانه برايس بالضبط. ال الاوبتمايزر ادم، والاكيوريسي عباره عن مين سكويرد ايرور. وعليكم السلام. تفضل. طيب نشوف الخطوه الاولى، انه اثنين بتساوي select d type، وهنا exclude بتساوي هنا ايش بحط بين كوتيشن دي تايب ايش؟ هيك تمام. جت الخطوة اللي وراها بنحدد الاكس والواي، الواي بتساوي هم داتا 2 دوت برايس هوب سيل ماشي. والاكس بتساوي بعديها بعمل ترين تيست سبليت، فهنا اكس ترين واي ترين اكس تيست، او بدل ما انا اغلط بروح على الاسكي ليرن train test split، اخذ الكود هناك واعدل منه. هنا random state، وهنا نحكي بوينت اثنين. الاكس بنحط فيها الداتا بدون ايش؟ ما احنا عملنا له بوب. آه.
مش عامل import train test select. ف هنا from sklearn هكذا احتمال الاسكلير انه ما تكونش loaded by default. فعملت لها بيب انستول هاي اشتغلت موجودة. بعد التست بعد سبليتنج للداتا شو بدنا نعمل؟ لود للداتا از تنسور سلايس داتا. فهنا نرجع للدوكيومنتيشن from banda هذا السطر بدي اخده هذا ايش بدنا نديله؟ بدنا نديله lextrain dot values والواي ترين دوت فاليوز. تمام ادي ترين او داتا ست ترين وهذا الكلام نفس الاشي بس حيكون على تيست تيست بس على ما يبدو انا مش عامل امبورت للتنسر فلو اصلا ف يفترض انه انا حطيتها اول اشي اعتقد انه كود تبع تنسر فلو هذه فنضيفه وين قبل تنسر فلو 2 سلكتد يبقى خلاص هذه برجع بشغلها مرة تانية. تمام الخطوة اللي وراها نرجع للخطوات الخطوة اللي وراها كيف؟ كيف؟ صحيح ممكن بس هذا انه يعني انه اكزامبل ممكن ترجع تقسم لترين لترين وفاليديشن مش مشكله هكيت انا اعرف سيكوينشال موديل فهنا انه موديل بتساوي tf.keras.models.model.sequential مش موجودة models.sequential بفتح وبسكر جوست احسن بدل ما احنا نحط هذا الكلام كله هنا وبعديها بقول هنا model.add وبنضيف اللاير الاول tf dot keras layers هذه عادة انه كانبوت داتا بنعرفها دنس 10 اوكي فبالتالي هنا بدنا نشوف اول قديش انا عندي اتريبيوت في الاكس فهنا ممكن نحكي لين Thank you.
data. عشر كولوم. فبالتالي هذه دوت دينس من 12 والاكتيفيشن تساوي ري لوب. بعديها بنضيف لاير تاني هي نحطه 128 اخر واحد بس 1 لاير تمام والاكتيفيشن تبعه هي سيجمويد لانه هنا بده اكيوريسي. فخليني اطلع على الريجريشن هنا عشان نشوف ايش الاوتبوت لاير المفروض ان انا احطه. ف وين في اي دوكيومنتيشن احنا هنا ريجريشن لا ما عملناش شفلينج ما عملناش ولا باتش حنعمل بس خلينا انه نتاكد انه دينس هنا ما حددش ولا حاجه. وهذه ممكن نحددها هيك اوتوماتيك زي هيك اوكي. هذه الطبقه الاولى هيك اصح. هذه الطبقه الاولى وبنحدد هنا الانبوت شيب لينث تبع التريننج داتا دوت كيز. فهذه ممكن ناخذها من هنا هذول كلهم ناخذهم زي هيك. ناخذ مسختهاش صح. هذه واحد وهذه واحد بدون اكتيفيشن. فلاتن دائما بستخدمها مع الصورة ما هذه انه انا بحدد له انه بحدد له انه انا عندي اول لاير 64 بس في انا عندي انبوت والشيب تبعه انه عباره عن التريننج داتا سيت دوت كيز. فبالتالي انه لين لهذا الكلام بيطلع لي عدد الفيتشرز. في قوس زيادة وهنا في قوس زيادة. نفترض انه بس الاقواس هوم هاوس داتا 2 دوت كيز. استاذ محمد انت واحمد كمان عندك احلى بتنزل
هيك تمام زبطت. انا عندي نتورك بهذا الشكل، كان بس انه اقواس ناقصة. نعمل موديل كومبايل، نختار الاوبتمايزر ادم وي كيف؟ لا مش سوفت، سوفت ماكس لما يكون في عندي كاتيجوري. فهنا انه بيستخدم الديفولت في الدنس، الديفولت في الدنس بدنا نشوفه هنا في الدوكيومنتيشن. بس خلينا نحطه هنا. وهنا ممكن ناخذ هذا الكلام فبالتالي هاي اللوس ام اس اي مين سكويرد ايرور اوبتمايزر ادم المتريكس تو متريكس المين ابسولوت ايرور والمين سكويرد ايرور تو متريكس. عشان هيك انا بحطهم هنا في ليست. اوبتمايزر مش اوكي نعم اكيرسي للكاتيجوري نعم. بعد هيك صار جاهز. نشوف السمري موديل دوت سمري بعديها نعمل تريننج موديل دوت فيت انه الاكس بتساوي داتا train هذه فيها الـ x والـ y كيف؟ لا احنا هنا الدنيا له ال x train dot values وال y train dot values فبالتالي انه ال train included فيها ال x وال y. حقيت هنا لما نعطي له اياهم كتابل هل جيت هو بيقدر يفرقهم ولا احنا بدنا نفصلهم؟ ف اوكي على اي حال خلينا احنا نتوقف هنا مرة. أنا بكمل الإكزامبل وبنشوفه وبنراجعه المرة الجاية إن شاء الله. تمام؟